حمراء. يعني كان هناك حديث قبل انطلاق البطولة مع رئيس الاتحاد الأفريقي للرماية حازم حسني من خلال المؤتمر الصحفي وتبادل الأحاديث مع الإعلاميين حول مدى قوة الرامي الأفريقي والذي يعني يواجه صعوبات في بطولات عالمية وتحديدا من رماة الآسيا الأسيويين وتحديدا من رماة منتخب الوطن لله الحمد المسيطرين تماما وأيضا على المستوى العالمي. يعني قليل جدا يمكن نشاهد من الرماة الأفريقيين يبرز في رماية الخرطوش في ظل هذه الهيمنة يمكن الأوروبية إلى جانب أيضا أسماء لامعة في منتخبنا الوطني اللي حقق وكيد على المستوى الأولمبي أيضا. صحيح يمكن الدعم يكون في بعض الدول أفريقيا القارة السمراء يمكن يكون الدعم قليل بالنسبة للألعاب الفردية ما يكون حاضر بقوة. لعبة الرماية تحتاج دعم وتحتاج مدربين وتحتاج تركيز وتحتاج جهد مكلفة يعني أيضا مكلفة طبعا أسلحة ذخيرة يعني من كثير بعد من الدول العربية مو على بالغارة الآسيوية الآن ما وصلت المستوى الاحتراف. يعني حنا الحمد لله بفضل من الله ومن قائمين على النادي قائمين على الهيئة حصلنا على الدعم أربع ميداليات أولمبية مسجلة باسم الكويت بالرماية. يعني هذا يمكن بعض الدول تحتاج إلى كم سنة عشان تعد تحاول تأخذ ميدالية واحدة إعداد بس تأخذ سنين. يعني إحنا ما شاء الله عندنا أبطال مثل البطل الأولمبي فهيد الديحاني والبطل الأولمبي عبد الله الرشيدي يعني حققون إنجازات نفتخر فيها وإنجازات أكيد تتحدث فيها العالم. سند يعني تتحدث عن نفسها من خلال هذه البطولة والبطولات السابقة وأيضا البطولات القارية والعالمية التي أصبحت الآن يعني علامة مضيئة في عالم الرماية بشكل عام وعالم الرماية الكويتية بشكل خاص. في حديث أخوي رائد كان بين أبطال وهم مدربين عالميين في إيطاليا كان يقولون شلون يعني يلعبون تحت العلم الأولمبي وحققوا ميداليتين فهذه يعني ظاهرة يعني غريبة جدا المعنوية لها دور صحيح. كبير فكان يقولون هذول يعني أشبه بالجبال أو أشبه بالمكان يعني اللي ما تخطي والحمد لله فضلا من الله ومنه دائما تكون الكويت في المراكز الأولى هذا على من سواعد أبنائها وحبهم وإخلاصهم إلى هذه التراب وهذا العلم دائما في المقدمة بإذن الله لأبناء الوطن ودائما بإذن الله الأبداعات إن شاء الله تتواصل للرماية الكويتية. أيضا هذه المجموعة التي تكون بشكل أكثر من رائع للرامية الكازاخستانية كارا فاجينكو التي تقود هذه المجموعة بشكل قوي جدا حتى الآن 10 أطباق أولى من دون أي خطأ رائد. أيضا خطأين لشيخ الرشيدي يعني في يعني من خلال 5 الأطباق الأولى لكن عدلت من نفسها يمكن شيخ الرشيدي حتى الآن كما نشاهد نتابع الآن. أخوي رائد تبدأ الجولة حقيقية من المحطة 4 ومحطة 5 والعودة المحطة 4 مرة أخرى الآن تبدأ الجولة بالقوة بقوتها الزاوية صارت أصعب والوضع وضع رائع اكيد كما تكثر اخطاء صعب على الرومات هذا الكلام اللي كنت اقوله الرامي الرامي شو اسمه البحرينيه القطريه اخطات محطه واحد راح تندم على هذا الخطا راح تفكر فيه كثيرا يعني. والراميه شيخ رشيدي في ستيش في الرقم 1 والراميه الكازاخستانيه كذلك يعني مبدعة للآن حتى الآن هذه الرامية الكازاخستانية تقدم نفسها بشكل رائع جدا بتواصل لاحظ أخوي رائد الهدوء 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 خروجها سلس جدا مع الطبق ردة فعل تكاد بطيئة ولكن بالفعل سريعة بس لما تشوفها بالنظر تحس أن هذه الرامية يعني ربما تكون نايمة ولكن صاحية تماما حركتها سلسة متجاوب يعني مع ردة فعل الطبق سواء نزول أو صعود بيقظة هذا سر يحتاج الكثير أن يبحث عنه عشان يستطيع أن يوصل إلى هذا المستوى من النعومة في الرماية. صحيح. أيضا مملكة البحرين تواصل بتقديم رامياته شاهدنا تابعنا راميات مملكة البحرين وبتطور كبير لرمات
منتخب مملكة البحرين سواء الرجالي أو النسائي بهذه البطولة والبطولات السابقة. وفد كبير للمنتخب البحريني في البطولات السابقة. شاهد تابع الآن حدث خطأ ممكن في بندقية البحرينية قبل قليل، وكان تدخل سريع ممكن من الحكم كل شكل لحكامنا في قيادة يعني الحكام ما شاء الله اليوم حصلوا على الشارة الدولية بقيادة مثل هذه البطولات. صحيح الحكام على كفاءة عالية الحمد لله عندنا، وبقيادة مدير رئيس الحكام حمد الرويسان مشكورا يبذل جهد كبير. هذه الرامية خطأ الآن خطأ للمندقية مرمت، ف هذه ساعات تكون من الرامي نفسه لما يكون عصابة شادة التريجر في البندقية محتاج ترمي طلقة وترخي السبريك شوي ترمي الطلقة الثانية يعني له له لكن الحوار له طريقة معينة ما بين الرامي لما يكون شاد عصابة يعني ما يسمح للبندقية انها ترمي الطلقه الثانيه يكون هو ما هد السبرينج الاول. لكن الحوار الذي كان ما بينه وبين الحكم هل يعيد الطلقه ام لا؟ لا لا الحكم الرامي اذا ما بندقيه ما حصل فيها عطل ما يفتحها، يوقف وضعيه الاستعداد وياخذها الحكم يجرب. اذا البندقيه رمت الطلقه معناتها الخطا من الرامي. ممتاز. اذا كان الخطا من الرامي يحسب له زيرو. ممتاز. ما يحسب اصابه. ممتاز. فهذا النقاش اللي كان بين الحكم والرامي. حكم الرامي تقول يمكن مو مني، والحكم يقول انا يعني استخدمت سلاح امام عينك ورمى يعني، فالخطا 100% يكون من الرامي. هذه من شد الاعصاب قليلا يكون الرامي مو منتبه لشغلات معينه. هو لازم هو سبرينج يعني التريجر لازم بعد الطلقه الاولى يفتح الاصبع ومره ثانيه يضغط على الزنر، والرامي يكون من شده الاعصاب مو حاسب نفسه فيكون ماسك حيل فما سمح للطلقة الثانية تأخذ مجالها بال. إذا مشاهدينا هذه هي سار محمد شقيقة قبل قليل. الآن مشت بطريقة ممتازة جيدة جدا. قلت لك الخطأين الأولين أثروا عليها والآن مشت بطريقة ممتازة. يعني هذا مشكلة لنا راح تكون ممكن تأثر عليها على النتيجة، مو عليها راح تأثر على النتيجة، راح تقل نتيجتها في أخطاء من خلال هذه المجموعة. ربما هي دخلت الجولة كانت قليلا ارتباك دائم بداية الجولة أخوي رائد. فيها نوعية من الارتباك فيها نوعية من الشد شوية الأعصاب، فالرامي يكون ما هو مستعد فيحدث عنده خطأين في بداية الجولة. صحيح. بعدها يرتاح شوية يحس يعني إنه دخل في المود، ولكن في البداية يكون شاد، فلما يحصل عنده خطأين يحاول إنه يرجع مرة ثانية ويسيطر على نفسه. يعني بصراحة أنا أشوف شيخ الى الان عدلت من كان خطأين بطبقين، لكن لله الحمد يعني الشيخ عنده مشاركات عديدة وعندها اكيد خبرة بامكانها ان تحكم خبرتها من خلال هذه المجموعه وهذه الجوله. نذكر لمشاهدينا الكرام ان ما نشاهده ونتابع الان هو دور تمهيدي، هي مجموعه من المجموعات الثلاث لهذا اليوم بالنسبه لمسابقه رمايه السكيت. 75 طبق يتنافس عليها الرماة حتى الان، ويستكمل بالغد باذن الله بمجموعتين، ومن ثم يكون المجموع الكلي لعدد الاطباق، وايضا بعد ذلك نتعرف على ست الواصل للنهائي. ابو حسين مشفي المطيري محللنا، يعني جولة من الجولات يعني صراحة بارزة بشكل لافت أمانة. هذه الرامية الكازاخستانية كارا فيشينكو التي تقدم نفسها حتى الآن بمجموع رائع من خلال الأطباق. أتوقع راح تكون هناك جولة أيضا في الميادين أخرى أقوى من الجولات اللي سبقت، لأنها هي تعتبر هي الجولة الثانية. مثل ما قال أخوي سند أن الرماة يدخلون في المود الرماية أكثر وأكثر كل ما زادت المنافسة وبالضغط الرماة على المراكز الست الأوائل. واضح أن هناك أرقام قوية برزت في الجولة الثانية. رحت تجولت في ميادين السكيت البطولة 2 و3 و4، وشاهدت أن هناك أكثر من رقم مميز لكل في لبعض الرماة اللي لهم حظوظ كبيرة في التأهل إلى النهائي، وأبرزهم طبعا إيمان الشماع من منتخب الكويت لها حظوظ أيضا لدخول الفاينل،
وأيضا الكازاخستانية لها حضور بشكل عام. المنتخب الكازاخستاني له حضور قوي في متوقع أن شاهد الفاينل. رامي أو رامي من الكازاخستان سيكون حاضر في النهائي بالنسبة لرماد سكيت. أتوقع راح يكون اثنين أقل شيء يكون في بالفاينل لأنهم حضورهم هذه البطولة حضور قوي ينافسون على المراكز الثلاث الأولى. ممتاز جدا. حتى الآن ما نشاهد ونتابع من عطاءات في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية يسجل للمنتخبات المشاركة بهذا التنافس بهذه الروح الرياضية العالية. قبل قليل حدث تحدثنا عن أنا وكنه والمحللنا سند المطيري يعني أيضا ثقافة الرامي بتعامل مثل الأخطاء. كان هناك خطأ في بندقية الرامية البحرينية وأيضا تم التفاعل مع حكم الذي يدير هذه المجموعة رمى بالبندقية وأيضا يعني بعد ذلك لم تحتسب النقاط. وأيضا ردت فعل الرامية كانت صراحة احترافية يعني تقبلت الأمر واستكملت. يعني هذا الشيء يمكن ينمى يدرس للرامي بحسين. طبعا أكيد في بعض المرات يكون هناك شد للرامي وشد العصبي يولد الأخطاء. الرامية أخطأت أكيد ما رميت فشيك الحكم ولقاها أنها البندقية ما فيها شيء. ذيك الساعة راح يكون الخطأ واضح للحكم واحتساب النقطة زيرو للرامية. واضح ان في الجوله الان احنا في محطه رقم 7 من طبعا المحطه 7 هي الاقرب للاطباق ل ايضا بالرؤيه ابو حسين. نعم. يعني حد رؤيه يمكن مخرج الطبق واضح. نعم. يمكن ها مخرج الطبق واضح يكون قريب جدا تقريبا نص متر الفتحه قريبه جدا يعني خروج الطبق من يمين الراميه بسرعه عاليه يجب ان تصطاد الطبق بسرعه اكثر ومع جاهزيه اكثر. تحدثنا قبل قليل مش في عن هيا محمد وايضا نشاهد الان في هذه المجموعه شقيقه هيا محمد ساره محمد من المنتخب القطري ايضا يمكن الثنائيات متواصله في مختلف المسابقات. قلت لك دائما الاخوان والعيال عم او العائله تلقاهم متواجدين في الميادين ومرات تلقى الرامي الأبو يرمي مثلا سكيت ولا والولد يرمي تراب. هناك يعني اختلاف في الاختيار اللعبة لكل رامي. ايضا يمكن الحديث ابو حسين عن الستايل عن الطريقه عن الاسلوب كيف ترى الشيخ الرشيدي التي نشاهدها الان بهذه المجموعه وسبق للشيخ يمكن امانه ان تكون حاضره بقوه بتحقيق نتائج لافته في بطولات عربيه بطولات خليجيه وايضا قاريه اسيويه وكان لها حضور جيد لهذا الرامية لكن في بعض الاحيان قد لا يوفق الرامي في بعض النقاط. الشيخ عنده الان 3 اخطاء يعني إذا كملت الجولة أكيد راح تكون 23 23 نعم جيد نوعا ما بالنسبة للرامية شيخة. إصابة الآن إصابة شيخة باقي لها فقط المحطة رقم 8 صحيح. أتوقع تخلص 22 هذه هي الرامية أخطأت في طبقين الكازاخستانية وإن كانت تسير بشكل الآن فقد طبقين بشكل يمكن غير متوقع من هذه الرامية. قلت لك المحطة 4 هي لا صعب. نعم. نشاهد ممكن في هذه المحطة يعني قوة دراية الرامي وأيضا يمكن مهارته في هذه المحطة. طبعا أكيد التركيز يزيد في المحطة والمهارة مساعدة للرامي. واضح أن الكازاخستانية حصلت صحيح. على شاهد. نعم. يعني ايضا ابو حسين يعني الكازاخستانيه حتى الطبق الحادي عشر يعني في العلامه الكامله منذ الثاني عشر يعني بدات يمكن ينخفض المستوى التركيز يقل والشد يزيد وهذا هو الشيء اللي يعني يخلي الرماه يخطون في المحطات الصعبه. صحيح. نشاهد لاحظ ان فقط اللي عدت شيخة ما شاء الله هي الأبرز. نعم شيخة يعني قدرت أنها تمشي بعد الخطأين
تقريبا عندها صحيح 15 طبق العلامة الكاملة. نعم 15 طبق بعدين أخطت رقم المحطة الأصعب. نعم. اللي هي المحطة الرابعة. نعم نقدر نقول هي شيخة ما شاء الله الأبرز حتى الآن. نعم. يعني برافو لراميتنا شيخة رشيدي التي الآن يمكن تتضح الفوارق الفنية من رامي لرامي من خلال المحطة الأصعب اللي كان ذكرناها. وشيخة لله الحمد هي الأبرز في هذا المجموع حتى الآن، بإمكانها أن تقفل على 22 من 25 إذا ما يعني سارت الأمر بشكل جيد. أيضا هذه الرامية المغربية بدأت تتضح ملامح يعني تواجدها بشكل جيد، فقدت أيضا طبق بسين 19 حتى الآن، بإمكان يمكن أن تحقق 20. طبعا الآن عندها دبل العكس في صعوبة، خطأ عندها، لاحظ أنها تعادلت مع شيخة. تعادلت مع شيخة 20. نعم. تعادلت مع شيخة، اتوقع تخلص 22 المغربيه تخلص 22. الان دور القطريه جيده ايضا. نعم. طبعا برافو للقطريه. قطر حصلت على ميداليه فضيه في البطولات الدوليه السابقه بطوله الامير. صحيح. وحصلوا على فضيه او برونزيه اذا ما خاني التعبير. برافو والله بالمحطه، حققت شيء جيد لهذه الراميه، يعني علامه كامله ابو حسين. طبعا استمرارية، لاحظ أنها عندها استمرارية من طبق رقم 7 إلى لحد الآن، هي ماسكة على نفس المستوى، وهذا شيء يحسب لها أنها تخلص 22 سند الآن. يعني شيخة عاد الحوار لشيخة، هي الأقرب أن تقفل 22، لكن ما شاء الله نشوف السكور بورد 3 راميات 20. صحيح أخوي رائد، ما تكلمنا قلت لك قبل شوي بعد المحطة 3 تبدأ الجولة، شوف الأخطاء. طيب يمكن أكثر من 10 أطباق أخطاء عند الراميات من بعد المحطة رقم 3 و4، فهي تكمل الصعوبة بالزاوية. هذا آخر طبق الشيخة الأسهل يعتبر. نعم. خطأ غير متوقع. هذا الطبق اللي قلنا تكلمنا عنه يكون مسافته قريبة جدا، فأي تأخير من رامي أو أي شد أو أي تفكير في النتيجة ربما يكون خطأ واضح. يعني كان بالإمكان يمكن أفضل مما كان للشيخة نتيجة، يعني للآن لا بأس فيها، جيدة بالنسبة للسكورات النساء. شفت شوف هذا الرامي كازاخستانية حركتها شلون كانت جميلة سريعة جدا، وصابت الطبق كان مسافة قريبة عندها تقريبا بينها وبين الطبق كان 3 أمتار فقط. هذا استياد قد تقفل كازاخستانية كارا بافيشينكو ب 22 طبق. عندها بس خطا واحد اللي هو كان خطا مزدوج في المحطه رقم 4، وفقد التركيز الجزء من الثانيه. 21 الشيخه 21 يعني تساوى في النتيجه، وهذا ربما جيد. الان نشوف الراميه البحرينيه هي التي تكون اقل حظوظا. صحيح، اعتقد ان هذه راميه من راميات الناشئات ايضا بالنسبه للمنتخب المملكه البحرين، اول مره يعني تحاول ان تسجل حضورها في. صحيح، يمكن اول مره تحضر ميدان الكويت واول مره تشارك، اعتقد انها يعني لها مستقبل. شاهد الاول مشاركه بهذه الطريقه اكيد راح تكون بالمشاركات الجايه افضل وافضل، يرتفع المستوى الى توصل لمستويات عالميه. الرامية المغربية ممكن الان هي الابرز، لكن لاحظنا يمكن سند يعني جميع الراميات حققنا العلامة الكاملة في هذه المحطة سوى شيخة التي فقدت الطبق، وهذا شيء ممكن لابد أن تعيد حساباتها شيخة في هذه المحطة اللي قلنا لك إحنا السهل الممتنع. أي فأي أي تأخير جزء من الثانية أو أي تفكير خارج يعني نطاق هذا بعد خطأ. أعتقد يمكن كان عندها خطأ أو صح والله ما واضحة، بس راح نشاهد إن شاء الله من خلال السكور بورد أي تفكير يعني إصابة المرمى. جميع الراميات حققنا العلامة الكاملة في هذه المحطة الأسهل كما ذكر أيضا محللنا أبو حسين مشفي المطيري. الرامية القطرية هذه خطأها كان في محطة واحد في أسهل محطة كان خطأها، فالآن مشت بطريقة جميلة تصاعدية من بعد محطة رقم واحد، ممكن هي تكمل 22 اعتقد. صحيح، يعني بدت هي بدت ردت فعل الرامي. صحيح 22 طبق، فكانت هي اول رامي اخذت اول طبقين في اخوي مشفي يعني عنده الخبره كافيه، اول طبق محطه يعني سهله اخوي مشفي.
اول طبعا اول محطه اخطت في الجوله وهي طبعا من اول البنات اللي اخطوا في الجوله، ولكن استمراريتها في المحطات الاخرى طبعا اعطتها الافضليه انها تتغلب على الرومات الاخرين. هذا شيء يحسب لها انها هي عندها استمراريه، واتوقع باذن الله ان يكون لها استمراريه ايضا في الجولات القادمه ان شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام كما نتابع الآن نهاية هذه الجولة وهذه المجموعة، بأكيد يعني شاهدنا يمكن 22 طبق من خلال هذه المجموعة، لم يكن يعني يمكن في عالم الرماية يعتبر من الأرقام العادية يعني اللي تحقق، لم نشاهد يمكن 25 طبق من 25، لم نشاهد 24 طبق من خلال المجاميع السابقة، يمكن طبيعة المنافسة حرارة انعكست على هذا الأمر. صحيح بالعنصر النسائي ما شفنا ال 25، ولكن اخوي راد المسافه طويله، وانا اعتقد في رامي راح تفاجئنا بالنتيجه 25، وكانت قاب قوسين او ادنى ايمان شماع من الكويت رمى 23 واخطاها كانت جدا يعني في محطات سهله، لكن ما كانت منتبهه، ممكن التركيز خف عندها او الضغط النفسي، ولكن مع اندراجها في البطوله ومع راح تزيد الحماس شوي وراح يزيد المنافسه، راح تشوف رمي وسكورات تكون افضل وافضل اذا كان استمر الجو على ما هو عليه. اليوم على ذكر الاجواء بحسين، يمكن الجو صراحه مساعد تماما للرمايه. اليوم الجو جميل، هذا جو رمايه. نعم هذا جو رمايه، الشمس ساطعة، الهواء تقريبا يمكن أقل من 15 كيلومتر في الساعة، الرماية ما أعتقد الرماة اليوم عندهم أي يعني أي مشاكل بخصوص الجو، الجو جميل، بس ننتظر الأرقام تكون قوية إحنا اللي كمشاهدين ومتابعين وأيضا محللين ل البطولة، نتمنى أن نشاهد أرقام أقوى وأقوى بالنسبة للعنصر النسائي. أكيد مش في المطيري محللنا من خلال هذه المتابعة وهذه التغطية الحية والمباشرة من مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد للأولمبي للرماية ومنافسات رماية الاسكيت رجال وسيدات، تتوالى المجاميع وتتواصل أيضا حصد الأطباق بالنسبة للراميات. هذه الهايلايتس كما نشاهدها الآن، أبرز اللقطات المميزة في رماية الاسكيت السيدات الكازاخستانية إلى جانب القطرية وراميتنا شيخ الرشيدي والمغربية مريم. شاهدنا جولة ومجموعة جيدة، بل جيدة يعني مرتفعة المستوى ما بين الراميات، لكن أكيد طبيعة المجاميع لم تجد مستوى ثابت للرمات في كل مجامع. بصراحة يعني إحنا الرمات المميزين لا زالوا في ميادين أخرى، وإن شاء الله نتمنى أن يوصلون إلى ميدان رقم 4 اللي هو عليه التصوير والكاميرات، أتمنى إن شاء الله أنهم يوصلون ونشاهد جولات قوية على مستوى البطولة. لا زال هناك العنصر النسائي قليل يعني خلينا نقول قليل الخبرة وقليل التركيز، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الجولات القادمة بالنسبة للبنات. أتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله للسيدات في الجولات القادمة، وأيضا الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي الراميات القطريات والبحرينيات وأيضا الرماة المشاركين في هذه البطولة، إلى جانب أكيد زملائهم في العنصر الرجالي اللي أكيد ملتهب حامي جدا. اليوم يمكن نتحدث عن أيضا في ذكر الجانب الرجالي حضور ناصر العطية، صراحة هذا المتعدد المواهب القطري الرامي الذي كانت له صولات وجولات وأيضا بطل أولمبي حقق ميدالية أولمبية وتعودنا عليه في يمكن الراليات وعالم الراليات رالي دكار ومن النجوم في حصد المراكز الأولى، اليوم قادم يعني من خلال تجولنا في الميادين أنا مستند يمكن قبل قليل قادم وعينا على ذهبية يعني على ميدالية في هذه المنافسة، هذا يعطي ممكن يعني زخم أكبر وتنافس أقوى. طبعا مو غريبة على ناصر العطية تحقيق ميدالية في هذه البطولة،
وأيضا البطولات العالمية. ناصر موهوب محظوظين إدارة نادي الرماية القطري إنهم يعني موجود عندهم مثل خامة ناصر العطية موهوب موهوب قطر عندهم تقريبا يعني نقدر نقول ثلاثة أو أربعة في لهم خامات زينة في الرماية. الحمد لله إحنا نادي الرماية عندنا تقريبا في كل لعبة عندنا خمسة أو ستة يعني نتغلب عليهم في موضوع أن الموهوبين في نادي الرماية الكويتي أكثر من المنتخب القطري. نتمنى إن شاء الله لهم التوفيق ويعني أيضا يوجدون لهم رمات على مستوى عالي مثل ناصر العطية وأيضا عبد العزيز العطية وأيضا راشد المري وأيضا العذبة من هذول يعني أسماء معروفة على مستوى العالم على مستوى العالم. شهدت إبداعات لهؤلاء الرمات أيضا كل الميادين أيضا شهدت لهم صولات وجولات. أيضا بعد أذكر اسم حمد المري من أفضل الرمات على مستوى العالم. نعم هو موهوب بالفطرة من أول أيامه في الرماية وهو من أفضل الرماة المميزين على مستوى العالم وليس على مستوى صحيح. قطر والقارة هو على مستوى العالم وله ميداليات عالمية وخامة إن شاء الله نتمنى له التوفيق في لعبة التراب. الآن هو متحول من لعبة الدبل تراب إلى التراب نتمنى له إن شاء الله التوفيق. أتوقع إن شاء الله بإذن الله سنة سنتين راح يكون من أفضل الرماة في التراب على مستوى العالم. طبعا لا زال التواصل الرماة في الميادين على الأجواء التمهيدية الجولات التمهيدية. شيخة طبعا الرشيدي حصلت على 22. نتمنى إن شاء الله لها التوفيق في الجولة القادمة. هي الآن خلصت على الجولة أكيد. الثانية باقي لها الجولة الأخيرة جولة أخيرة بالنسبة لهذا اليوم. نعم جولة أخيرة إن شاء الله بإذن الله يعني سيحدد يمكن كل رامي مساره من خلال هذه البطولة. مشاهدينا الكرام متابعينا متواصلين في هذا النقل الحي والمباشر وتتوالى المجاميع من خلال الميدان رقم 4 رجال سيدات البحث عن حصد أكبر عدد من الأطباق مع المجاميع الثلاثة بالنسبة لكل رامي. اليوم نتحدث عن 75 طبق في هذا اليوم منذ الصباح الباكر تواصلا لهذه اللحظات وسنستمر إن شاء الله حتى فترة الظهيرة بإذن الله للرماة في مجاميع متواصلة. الكل يبحث عن وجود يساعد أكيد التواجد في المراحل النهائية بالنسبة لمسابقة رماية الاسكيت. نشاهد الآن أبو حسين يمكن مجموعة الآن نعم فيها أسماء بارزة. نعم عندنا أسماء بارزة في هذه الجولة. عندنا من الكويت طبعا عبد العزيز الفيحان اللي هو أخو الرامي أخو عبد الرحمن عبد الرحمن الفيحان. نعم رامي تراب معروف. والآن علي الكندري أيضا متواجد اللي بالصورة واضح بالصورة علي الكندري الآن. نعم من مميزين في لعبة السكيت هو أيضا يعني إن شاء الله أنه يعدل من أرقامه السابقة ويجيب لنا رقم أنه يواصل الرماية برقم جيد وأيضا ينافس على البطولة الدولية الثامنة. أتوقع هناك أرقام راح تبين في هذه الجولة من عبد العزيز راح يبين معانا يمكن عبد العزيز لأن مستواه فارق عن الرماة الآخرين. عبد العزيز من المنتخب الثاني وله حظوظ كبيرة في أنه يتأهل إلى المراكز الثلاث الأولى. إذن كما نشاهد ونتابع يمكن جولة كما ذكر زميلنا المحلل مشفي المطيري فيها من الأسماء الجيدة. نتمنى أن نشاهد أيضا حماس في هذه الجولة التمهيدية للرماة في مسابقة رماية الاسكيت. أسماء تمني النفس بتواجدها أكيد في النهائي لهذه المسابقة لكن عطفا عما نشاهده مش في صراحة هناك أسماء عديدة ستكون قوة في هذه المسابقة مسابقة الاسكيت. يعني من الصعوبة يعني يمكن بعض الأسماء قد تخرج ولا تصل للنهائي. أكيد لأن في كل البطولة فيها مفاجآت والمفاجآت دائما تستبعد أبطال
في اللعبة، مو غريبة أن نشاهد بطل ويكون خارج المنافسة. ممكن هذا مو يومه، وأتوقع أن تشاهد أيضا رومات جدة داشين على الخط يعوضون الدولة أو المنتخب اللي مشارك، لأن دائما مشاركة تصير 4 أو 5 من المنتخبات الأخرى. أكيد ما راح يعتمدون على لاعب واحد حتى لو كان قوي، في يعني في تدعيم للفريق، ممكن يكون ناشئ وممكن يكون ناشئ، ممكن يكون رامي سابق يحصل لك على ميدالية كبيرة مثل بطولة صاحب السمو. أكيد يعني أبو حسين نشاهد نتابع الآن، يعني ما شاء الله يمكن الخضراء واضحة بالنسبة للأطباق لمختلف الرومات من كازاخستان، وأيضا روماتنا من منتخبنا الوطني الفيحان والكندري. جيد هذا الرامي الكازاخستاني حتى الآن، الرومات بتركيز عالي، ولا خطأ 6 أطباق الأولى، ولا خطأ، لا ولا خطأ، ما في علامة حمراء على نفس خط اللاعب. نعم سكور بورد، لاحظ انه ما في ولا خطا، هذا علي الكندري. اتمنى ان علي الكندري يصمد اي نعم، لان صراحه علي الكندري رجل يعني مميز في لعبه سكيت، مميز انضباطي مجتهد، نعم انضباطي، يحاول انه يكون له يعني حظوظ في هذه المشاركه. وانا والله يعني بكل صراحه يعني انا استبعد انه يعني يكون من ضمن الست الاوائل، لكن صحيح. انا متاكد 100% انه راح يعدل من سكوره السابق. علي كندري مميز، صار له تقريبا 2 سنين وهو يعني على لعبه سكيت، وتعبان على نفسه حيل في لعب يعني لعبه سكيت، دائما التدريب وايضا بندقيته دائما تكون يعني من افضل البنادق. اكيد ايضا سند محللنا لو تابعنا حتى الان ما شاء الله يعني شيء رائع يقدم من الرومات. يمكن ذكرنا قبل انطلاق هذه المجموعه مجموعه حاميه، واضح ان القوه حاضره للرومات وعلى اهبه الاستعداد وبشكل لافت صراحه، خضراء حتى الان لمختلف المشاركين من الرومات. أكيد الشباب عارفين قدر الصعوبة في المنافسة في رماية السكيت، فالجميع حاضر والجميع يحاول أن يكون في الصدارة والجميع يحافظ على تركيزه. ولكن أخوي رائد مثل ما ذكرنا قبل قليل، المحطة تبدأ بعد الجولة، تبدأ بعد المحطة 3، لكن تابعنا جولات سابقة كان فيها أخطاء بالبداية، لكن صحيح الحمد لله من الرام الأول إلى الخامس بالعلامة الكاملة. صحيح، أتوقع الجولة هذه يكون فيها 25 تكون حاضرة، أتوقع راح تكون حاضرة بشكل ملفت، يمكن تكون رقمين يمكن يكون فيها 25. المحطة الحين بدأت الصعوبة الجولة في الزوايا، هذا عبد العزيز الفيحان يحمل أرقام قوية في لعبة السكيت، يعني 122 و121 أرقام جدا قوية، والحمد لله إصابة جيدة وحركة سلسة. نعم عبد العزيز الفيحان من الشباب المتميزين المجتهدين جدا. محسين من هو الأكبر، عبد العزيز أو عبد العزيز أكبر من عبد الرحمن؟ نعم، ولكن أنا بكل صراحة إحنا محللين ونحلل الكلام الصحيح، والأفضل أكيد عبد الرحمن في مميز في لعبة التراب، أول متأهلين لأولمبياد طوكيو، يعني بس يحسب لعبد الرحمن. بس لو إحنا ما نقدر نقارن لأن هذه لعبة وهذه لعبة، صحيح. عبد العزيز في لعبة سكيت وعبد الرحمن في لعبة التراب، لكن أنا أقول لكم بكل صراحة لو عبد الرحمن يتجه إلى سكيت وما له حظوظ مع أخوه عبد العزيز، لأنه قوي، وأيضا عبد العزيز لو يتجه إلى التراب ما راح يكون له حظوظ مع أخوه، فالكل متميز في لعبته، ولكن الأميز في كل واحد في لعبته اللي هو عبد الرحمن. أكيد أول طبعا عبد الرحمن هو أول متأهلين حق الأولمبياد. نعم نعم، يعني هذه من الأمور اللي أيضا تثلج الصدر. أيضا هناك فيصل الدحاني متواجد في الجولة، في الجولة رقم على ميدان رقم 3 المجاور، ميدان رقم 3 نعم، غير ظاهر بالصورة نعم، ولكن نشاهد أمامنا يمكن أيضا نعم. بالنسبة
الميدان الآخر يعني. نتمنى إن شاء الله أن توفيق أيضا توفيق لبيحاني. كما نشاهد الآن في كل جولة وفي كل مجموعة أبو حسين تواجد لمملكة البحرين، يعني هناك خطة موضوعة بالنسبة لمنتخب مملكة البحرين. والله شوف هم مجتهدين بكل صراحة، مجتهدين وجهد يعني يشكرون عليه أيضا إداريينهم ورئيس الوفد متواجد، وأيضا رئيس الاتحاد متواجد يعني في الميادين، اهتمام كبير لمملكة البحرين في لعبة الرماية وخاصة في الشوزن، الحظوظ كبيرة لرماتهم، مدربينهم على مستوى عالي، مدربينهم على مستوى عالي للرماية في الأطباق طبعا. أيضا تتواصل منافسات هذه المجموعة بحضور قوي حتى الآن، بسكورات عالية تحقق بالنسبة للرومات، وتحديدا لرومات منتخبنا الوطني بتواجد المتألق حتى الآن الرامي عبد العزيز الفيحان، إلى جانب أيضا علي الكندري، وإلى جانب الرومات الآخرين من كازاخستان. كيف نشاهد ونتابع المحطات التي انطلقت الان في المجموعة؟ الان المحطه رقم 4 هي الاصعب، ولكن دبل فقط افتتحها عبد العزيز، دبل واحد اللي هو طبقين، واحد يتجه يمين واحد يتجه يسار. لاحظ الحين راح يرمي، يتجه من اليمين الى اليسار، يمين الان يتجه الى اليسار. يعني هناك تسجيل خطأ وحيد في هذه المجموعة بالكامل، طبق واحد فقط، طبق وحيد الذي تم. أتوقع على الكندري، على الكندري نعم، على الكندري. أما البقية ما شاء الله يعني سكورات عالية، اللوحة خضراء على قولتهم، لوحة خضراء نعم. عكس عكس البنات قبل شوي كانت اللوحة العديد من الأطباق التي خسر الرماد. صحيح. ايضا الكازاخستاني يواصل تألقه، يعني سند طبعا. احنا بحكم ان احنا رما نكره اللون الاحمر، اللون الاحمر هذا سيء عندنا، اتمنى اللوحة تستمر على هذا الخضار. نشوف 25 حاضرة، تزيد رتم المنافسة والصعوبة، يعني احتمال يكون واحد من الابطال الاولمبيين ما يدخل فاينل، امر طبيعي جدا بظل الاسماء الموجودة جميعها منافسة. يعني تتكلم عن 40 أو 50% من الموجودين مؤهلين يكونون موجودين بالفاينال. فالحضور اليوم، حضور اليوم هو اللي يحدد، ما يحدد، ما عمر ما يحددها انه هذا بطل اولمبي ولا. طبعا بطل اولمبي له امكانيته وله خبرته وله قدرته وله هو يكون الافضل وهو المرشح الافضل، ولكن اذا ما كان في يومه وما اخطاء يعني ما كان فيها مركز او ما كان موفق فيها، ربما يخرج من الفاينل. فأعتقد اليوم راح نشوف مفاجأة أخوي راد، مفاجأة جديدة. البطولة لا زالت مستمرة، والمنافسات من رتم أقوى، لو تلاحظ من جولة إلى جولة يرتفع. صحيح. قوة المنافسة وقوة التحديات، وكل رامي يدخل المنافسة أكثر، من كل جولة لجولة يكون رمي أفضل، وآخر جولة هي أصعب جولة. إذا بدأ الرماه يحسبون النتائج مثل ما حصل في لعبة التراب، شفت السقوط لبعض الرماة والصعود لبعض الرماة، أهل وأخرج بعض الرماة من الفاينل. أكيد الآن أيضا من رماة منتخبنا الوطني ثامر يعني مشارك في هذه المجموعة، المجموعة القوية صراحة يعني اللي حاضرة بشكل فعال. يعني ثامر يحاول أن يجد نفسه في ظل تألق لعبد العزيز المنديل وتألق أيضا الكازاخستاني حتى الآن. يعني أبو حسين أن يكون ثلاث رومات من منتخبنا الوطني في هذه المجموعة ممكن يعطي أريحية للرامي الكويتي. أكيد يعطي الأريحية، لأن أيضا بعد ودي أذكر شغلة، أن رومات الحرس الوطني متواجدين في لعبة السكيت في هذه البطولة، إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في حصد أرقام تأهيلية إن شاء الله في المسابقات القادمة. الحظوظ لهم، حظوظهم موجودة ولكن بنسبة أقل. الحرس الوطني لا زالوا في طور
تجهيز تقريبا خلينا نقول اللي صار له تقريبا سنه او سنه ونص، مستحيل يكون هو راح ينافس على المركز الاول والثاني والثالث. ولكن بالنسبه لرمات سكيت لهم ارقام موضوعه من قبل الجهاز الفني انه يكون على الاقل متعدين هذه الارقام، والارقام اللي موجوده باذن الله انهم راح يتعدونها، لان انا لاحظت في بطولات التراب ارقامهم معقوله، وايضا ارقامهم تاهلهم انهم يشاركون في البطولات الكبيره. اكيد بالتوفيق ان شاء الله لرماتنا دائما اينما حضروا في مختلف البطولات. هذه البطوله الدوليه لها اهميه خاصه لكل رامي كويتي لما تحمله من اسم غالي، اسم سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، وهذا الدعم والاهتمام الكبير في هذه البطوله لمختلف الرمات حتى الان. الكازاخستاني حاضر بقوه في هذه المجموعه، وسيكون حساباته اكيد ستكون حساباته اكيد مختلفه في الجولات القادمه المتبقيه لهذا الرامي، يبحث عن تواجد في النهائي لهذه المسابقه في ظل عدد كبير من الاسماء، كما ذكر مشوي ايضا كما ذكرت سند ان يمكن نشاهد اسماء ستخرج غير متوقعه حتى لا تصل لنهائي مسابقه السكيت رجال او ايضا سيدات. اكيد اللي ما يحضر نفسه بشكل جيد اليوم لو كان هو مرشح ولو كان هو من ابطال العالم، اكيد بظل الاسماء الموجوده والمنافسه القويه ما راح يكون من ضمن السته بالفاينل المتاهلين. اتمنى التوفيق لرمات المنتخب الكويتي بشكل خاص ورمات العرب بشكل عام ان يوفقوا في هذه البطوله. ايضا يمكن على الكندري يحاول قدر المستطاع ان يحافظ بشكل جيد على سكوره وان يحافظ، قبل قليل فقط ولكن ثلاث اطباق علي يعني. الان فقط ثلاث اطباق، وهذه ثلاث اطباق تؤثر، لان لا زال محطه اربعه لها حديث مع باقي الرماه، حديث كبير محطه اربعه لنشاهده من خسر الاطباق. صحيح ناصر خليفه من مملكه البحرين، ناصر خليفه طبعا المنتخب البحريني كما ذكرنا حاضر معهم مدرب جديد ومدرب ذو خبره وكفاءه ومجتهدين، واعتقد في السنوات الاخيره تم انشاء عندهم ميدان جديد، مهتمين جدا في لعبه الرمايه ويحسب لهم. واعتقد المنتخب البحريني في السنوات القادمه سيكون له شان كبير في المحافل الدوليه. ثامر يقدم نفسه ايضا بشكل رائع في هذه المجموعه. صحيح ما شاء الله، يعني ما شاء الله للان ثامر ولا خطا الى جانب الكازاخستاني. هو ثامر من الرمان اللي صاحب المعدن الجيد والخامه الجيده، دائما يحرص ان يكون متواجد في التدريبات ومتواجد في الحضور ومتواجد في البطولات المحليه لكسب الخبره وزياده رتم المنافسه وزياده رتم الدقه في الاصابه، ولا هذا ينعكس على ادائه اليوم. يعني ما اداء اليوم كان جيد بنسبه كبيره، هذا يدل على اجتهاده. عبد العزيز الفيحان عنده اللي هو خطأين الى الان، والان هو يتقدم في المحطه رقم 6. هذه المحطه صعبه صعبه صراحه. عبد العزيز يعني رامي جيد ورامي يعني اخطأ بشكل عام جيده. صحيح الرامي عبد العزيز اخطأ محطه رقم 5 طبقين، فمحطه رقم 5 محطه صعبه حالها حال محطه 4 في السكيت. اذكر في احدى البطولات في رامي فقد ثلاث اطباق خرجته من المنافسه، ورامي ايطالي كان جميعها في محطه رقم 5. هذه يعني الزوايا تختلف، والزوايا كل ما كانت الزوايا مكشوفه للميدان اكثر كل ما كان الصعوبه اكبر. حسين ايضا ما شاء الله مجموعه جيده حتى الان نشاهد فيها الارقام اكثر من رائعه صراحه، يكاد يكون السواد العام الاخضر في هذه المجموعه، يعني اقل اخطاء علي الكندري هو بثلاث اطباق، عبد العزيز طبقين، لكن ثامر يمكن يفاجئنا صراحه بادائه. والله ان شاء الله نتمنى انه يستمر ثامر. وعبد العزيز يعني صراحه اخطا في محطه 5، يعني المفروض انه يكون عدى من محطه 4 اللي هي الاصعب، ولكن 5 لها ايضا صعوبه، ولكن نقدر نقول انه اذا
رجع عبد العزيز وكمل المحطة أربعة بدون خطأ، أتوقع يكمل 23 و 23 يعني إذا هي متكررة عنده 23 أتوقع حظوظه راح تكون يعني قليلة لدخولها الفاينل. أكيد الآن واضح أن الآن وصلنا إلى محطة رقم 6 و 6 لا زال ستة صعوبة الستة، هل هي جيدة نوعا ما؟ ليست بالسهلة وليست بالصعبة أما يعني كل ما قربت إلى اللو هاوس راح يصير أسهل. ممتاز. اللي كل ما اتجهت إلى اليمين راح يكون أسهل للرامي. نعم في سهولة للرامي. هناك طبعا ثامر يعني نعم. من الأسماء ما شاء الله الجيدة حتى الآن، برافو للرامي ثامر، جاهز نفسيا بدنيا قد يسجل حضوره. طبعا عنده خطا الان، اخطا اللو هاوس، اتوقع هناك كسر في الاطباق راح يعيد الطبق. نعيد الطبق، نعم يعيد الطبق. صحيح. الدبل طبعا ننتظر طبعا. برافو لثامر ما شاء الله يعني بثبات وبشكل جيد الان، شاهد اللقطه طبعا الان عنده ثامر عنده نعم لو هاوس عنده نفس الطبق اخطا مرتين يعني الان متعادل مع عبد العزيز متعادل نفس النقاط، لكن الكازاخستاني بقوه يمكن يقدم نفس الرامي الكازاخستاني يكاد يكون هو الابرز من دون اي خطا كما شاهدنا قبل قليل. اتمنى ايضا نشاهد السكور بورد لنتعرف اكثر على كيف تسير هذه المجموعة بالمجموعة الثامنة، أكد من خلال الجدول الذي نشاهده للرماة حتى الآن. لا زال الكازاخستاني مستمر على نفس بالعلامة الكاملة حتى الآن. نعم لا زال بدون ولا خطأ. توقعت من عبد العزيز أنه يكون منافس شرس في هذه الجولة مع الكازاخستاني، لكن وقع أخطاء. نعم محطة خمسة. المحطة خمسة هي كندري. نعم الكندري الآن يقدر يحاول أن يعوض ما فقده من أطباق في محطات سهلة، كانت محطات سهلة. نعم محطات سهلة، ولكن نتمنى أنه يكون متعدد الأرقام الشخصية للرامي علي الكندري، أرقامه الشخصية 112-113، نتمنى في هذه البطولة أنه يوصل إلى 113 أو 114. جميل. على الأقل يعدل من أرقامه الشخصية. طاري ذكر الأرقام أبو حسين، هل يتم بعد نهاية كل بطولة تقييم لكل رامي وما قدمه؟ هل أرقامه كانت يعني صاعدة؟ أكيد أكيد نعم أكيد، هناك لجنة فنية متابعة للرماة لأرقامهم في البطولات المحلية والبطولات الخارجية، وأيضا في التدريبات أيضا بطولة رميهم في التدريبات، الكشف دائما من الميادين إلى المدير إلى مدير منتخبات ثم إلى الجهاز الفني ثم إلى الإدارة لتقييم اللاعب في النهاية من قبل الإدارة. محطة أربعة الآن أخطر المحطات أصعب المحطات، يعني سند شلون نشوف المجموعة حتى الآن، وأيضا يمكن الكازاخستاني يواصل تألقه صراحة، والآن يمكن اللقطة نشاهدها على عبد العزيز المنديل. صحيح عبد العزيز استطاع تجاوز محطة أربعة بدون أخطاء، لكن المشكلة في محطة رقم خمسة أخطاء فيها طبقين. توقعت عبد العزيز المنديل يكون في 25، ولكن محطة خمسة أثرت عليه قليلا، والآن الكازاخستاني هو الوحيد بدون ولا خطأ في هذه الجولة. إذا طاف محطة رقم أربعة عنده خطأ صحيح أخيرا يخطأ الكازاخستاني. هذه المحطة الأصعب نهاية المنعطف وقبل نهاية الجولة يكون ضغط عليه، قاعد يفكر في النتيجة، يتمنى أن يكون 25، ولكن محطة أربعة صعبة دائما، ودائما يكون لها حكم الجلاد على بعض الرماة. أكيد صعبة دائما. شاهد الكازاخستاني الآن
خطأ آخر هذا أو ثلاث أخطاء يعني خطأ مزدوج ما تم عمله في محطة واحدة يعني بحسن تعليقك على هذه اللقطة صراحة تعليقك على يعني ثلاثة أطباق متتالية للرام الكازاخستاني على الرغم من أنه كان مقفل تماما الأطباق السابقة مثل ما قال سند هدم كل اللي سواه هدمه في محطة واحدة ويعني سند هو يعني أخبر لأنه كان رامي سكيت وعارف الضغط اللاعب السكيت في محطة أربعة شون يكون تركيزه ويكون الضغط عليه لأن الشد الضغط يولد الشد والشد يولد الأخطاء وهذه هي اللعبة وهذه طريقة اللعبة في لعبة سكيت اللي هي النقلة من برافو الكندري شاهد أكيد يعني قريب من في محطة ممكن أبو حسين يعني أصبح الكل قريب من الكازاخستاني بل تجاوز عبد العزيز المنديل الكازاخستاني الذي كان متصدر بالعلامة الكاملة طبعا الحين الحسرة على اللاعب الكازاخستاني من داخله أكيد صحيح. زعلان وممكن يعطيك في محطة ثمانية أيضا ممكن يخطئ نعم صحيح. ممكن يخطئ نعم. لأنه فقد شيء كان في المتناول صحيح ممكن محطة أربعة تخطئ لكن لا تخطئ بثلاث أطباق متتالية صحيح ثلاث أطباق من أربع أطباق هذا يعني شيء صعب وأنت تكون ماشي الرتم عالي عندك والتركيز عالي عندك لآخر ست أطباق في الجولة تخطي منهم ثلاث أطباق فصعبة جدا باقي له طبقين الآن ممكن يكون يفكر بالنتيجة والحسرة تكون كبيرة عنده ويعطينا بعد خطأ ويكون مشكورا مشكورا يعطينا في المحطة رقم 8 نتمنى نحن نتمنى أن يبتعدوا رماتنا في الصدارة وهذا صحيح. حق مشروع لنا كمتابعين وكمحللين كويتيين وكجمهور وكلاعبين كمحتضرين البطولة صحيح وإداريين في النادي فجميعنا نشجع لاعبينا واتمنى ان تكون الصداره لهم صداره دائما تذهب للافضل للاميز للاجدر ثامر عنده مشكله في شو اسمه الماكينه خرج طبق مكسور فعادها الحكم يعيد الحكم صحيح بالنسبه للطبق صحيح يعني ثامر ايضا خامه جيده والله ثامر يعني اتوقع ان عنده خطا واحد بعد في ميدان محطه رقم 4 اتمنى نشوف السكور ثامر عنده خطأين في محطة أربعة وهو آخر طبقين فأربع أطباق الآن متصدر الجولة عبد العزيز الآن يمكن فرصة ذهبية أبو حسين لعبد العزيز الآن في آخر طبقين أن يقفل 23 يعني شيء جيد إذا إن شاء الله ما حقق عبد العزيز ويتصدر برافو لعبد العزيز الآن 23 معقولة بس لازم جيدة. ما تكرر انها دائما يعني معقولة. عبد العزيز أخطأ بالأسهل وأبدع بالأصعب نعم عبد العزيز الأصعب برافو تجاوزه والأسهل أقل سهولة أخطأ فيه وهذه اللعبة الشيء الصعب دائما يكون تركيز أعلى ولما يوصل إلى ما الأسهل أقل سهولة اللاعب اللي مو مركز صحيح تلقاه يخطي بالأطباق وهذه اللعب مرات تكون مركز صح وكل شيء العامل كل شيء صح تأخر الكازاخستاني أبو حسين يعني متأثر جدا بالأطباق اللي خسرها في أخطر وأصعب محطة أكيد تأخر بالإطلاق الرمية في هذه المحطة السهلة أكيد متأثر جدا أكيد واضح نعم. على هذا الرامي لاحظ حتى بالتأخير يعني قبل تأخير في طلب الطبق يعني بالنسبة نعم. أقفل الرامي 22 الكازاخستاني نذكر مشاهدينا من خلال هذه المجموعة عبد العزيز المنديل يقدم نفسه بشكل قوي الفيحان ب 23 طبق من 25 برافو لعبد العزيز شقيق عبد الرحمن الفيحان في هذه المجموعة 23 من 25 الكازاخستان 22 من 25 الآن تصل إلى علي الكندري أقرب أيضا عن الكندري أن يحقق رقم جيد قد يأتي ب 21 من 25 جيد بالنسبة لعلي الكندري إذا ما حقق هذه الطلقة الأخيرة برافو لعلي الكندري 21 على الكندري نتمنى إن شاء الله أنه يعدل من سكوره في البطولة عند يعني مجال أنه يعدل ويضبط أرقامه لأن رقم 21 ما أعتقد يعطي الأفضلية أنه يكون في المنافسة 21 بالنسبة للأبطال
العالميين او ابطال البطوله 21 ما يأهلك الى الفاينل. ولكن علي الكندري هو رامي يعني نقدر نقول جديد يمني النفس انه هو يكون من افضل الرماة، ولكن الخبره لها دور والرمايه لها دور، وان شاء الله يعني انه يعوض في الجولات القادمه بإذن الله. تعويض للرامي علي الكندري في الجولة القادمة. وأيضا بالنسبة للرامي الآخر ثامر في هذه المجموعة المشارك فيها حتى الآن آخر طلقتين الآن بالنسبة لهذه المجموعة. نذكر يعني عبد العزيز المنديل ب 23 طبق. أيضا ما شاء الله هناك حضور جيد للرامي البحريني ناصر خلف ايضا ما شاء الله ناصر خلف طبق. ايضا نعم ناصر خلف ايضا احنا ما تكلمنا عنه لان صراحة دخلنا في الموضوع عبد العزيز وعلي نعم تعرف الحسابات من خلال نعم كازاخستان هذا 23 بالنسبه للمنتخب البحريني شيء طيب جيد جدا شيء جيد يعني المدرب صراحه مسوي شغل معاهم بصمته واضح نعم اي نعم وستايله جميل يعني الظاهر ان المدرب مع الجهاز الفني تعبانين على المدرب وعلى اللاعب انه يكون ستايله وشغله الرمايه يكون يعني جميل لاصطياد الاطباق. برافو لناصر خلف الرامي من مملكة البحرين 23 من 25 رقم جيد لهذا الرامي ويحسب هذا هو الرامي الذي نشاهده الآن البحريني ناصر خلف اللي قدم نفسه بشكل رائع وفاجأ الجميع صراحة من خلال سير خط هذه الرماية كما نشاهد ونتابع بعد أن حصل ما حصل لهذا الرامي الكازاخستاني كان متصدرا بالامتياز فقد ثلاثة أطباق متتالية وأعطى المنافسة للرماة الآخرين واستغلها بعد ذلك مؤكدا عبد العزيز المنديل ب 23 طبق من 25 طبق. وأيضا الحوار مستمر بالنسبة للمجال حتى الآن هنا في مجمع ميدان الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية وهذه العطاءات المستمرة للرماة سند يمكن مجموعة أمانة كما ذكرنا قبل انطلاقتها كانت مجموعة مميزة وجيدة بتنافسها وإثارتها وأيضا إبداعات الرماة الحضري فيها. صحيح بظل الأسماء الموجودة والمنافسة القوية الأسماء كنا متوقعين بعد كنا متوقعين النتيجة تكون أفضل من المكان، ولكن مثل ما قال أخوي رائد عبد الرحمن عبد العزيز الفيهان انغض على الصدارة بعدما كان مسيطر عليها الرامي الكازاخستاني إلى آخر المطاف في الجولة، ولكن خطأ ثلاث أطباق متتالية استطاع عبد العزيز أن يسيطر على الوضع وتنتزع الصدارة في الجولة من الرامي الكازاخستاني. عبد العزيز مناصفة مع الرامي البحريني كان بعد 23 وعبد الرحمن كان 23 عبد العزيز كان 23، ولكن أعتقد إن الجولات القادمة ستشهد منافسات أكبر وأكبر. أكيد إن شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ورماته وأيضا التوفيق لرمات الخليجيين والعرب في هذه البطولة. يعني مع منافسات هذا اليوم سند كيف رأيت الأجواء صراحة والحضور ما شاء الله لرماتنا بشكل جيد مع المجاميع الثلاثة الأولى؟ أكيد المجاميع كانت اللي شفناها كانت جيدة والنتائج كانت معقولة، ولكن للآن لم يحضر المستوى القوي لأن الأسماء الموعودة والأسماء في المنتخب الأول لم نشاهد الآن في ميدان رقم 4، فالنتائج أخوي رائد في الميادين الأخرى أقوى بكثير. بعد قليل إن شاء الله في الجولات القادمة راح نشوف أبطال الأولمبيين موجودين في ميدان رقم 4 وراح نشوف النتائج 25 وراح نشوف المنافسة الكبيرة قوة والندية والضرب بيكون أفضل بكثير مما كان. مشكور جميع من قام بإنجاح هذه البطولة على أسهم رئيس مجلس إدارة نادي الرماية الشيخ سلمان حمود، هو دائما رئيس الفخري طبعا هو دائما يكون حتى هو بعيد عن في مشاكل الوزارة لما كان وزير ولما كان دائما يحرص على انه يدعم الرياضة الرماية ويحضر في البعض اذا صار عنده قليل من الوقت يحضر. ومهندس بعيج عتيبي مشكور على ما يقوم فيه من جهد
وجميع العاملين في نادي الرماية. أكيد يمكن ذكرت سند أمانة شكر الموصول لإنجاح هذه البطولة، وجميل أن نفخر بإنجاح هذه البطولة من خلال ما يقدم الآن وقبل ختام البطولة بيوم في مجمع ميدان الشيخ صباح العمد الأولمبي للرماية. أكيد هذا النجاح يسجل باسم الكويت، يسجل لكل رامي الكويت يقدم الكثير والكثير لمختلف المسابقات كما شاهدنا وتابعنا هذا التألق الكبير لروماتنا أكيد، وحصد الذهبية ذهبيتين باسم الكويت سواء لسارة الحوال وأيضا للرامي طلال عبد الله طرق الرشيدي، والبرونزية للرامي خالد المضاف، والخير بقبال إن شاء الله من رماة الكويت. احنا طماعين نبي ميداليات أكثر أيضا في رماية السكيت اللي للأمانة يعني نشاهد ونتابع حظوظ كبيرة بإذن الله لرماتنا في تحقيق إنجاز غير مسبوق مع هذه البطولة الثامنة. أصحاب الأرض بإذن الله وأصحاب التألق من رماة الكويت سيكونون إن شاء الله على قدر هذه الثقة والمسؤولية في تحقيق مختلف الإنجازات بإذن الله والتي تسجل أكيد باسم الكويت. سنكون إن شاء الله بإذن الله مشاهدينا متواصلين معاكم في هذا النقل الحي والمباشر من مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، وهذه العطاءات التي نشاهدها ونتابعها هنا بالميادين المميزة الجميلة والتي تعد تحفة معمارية بتسلسلها وأيضا انطلاقتها من الميدان رقم 1 وصولا للميدان رقم 6، يعني مكشوفة اليوم هذا الميادين لجميع الرماة مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات في عالم الرماية، بل يعني تصنف كميادين أولمبية بإمكانها احتضان كبرى البطولات، ليست غريبة على الكويت احتضان بطولة دولية يعني في سنتها الثامنة وعلى التوالي، وهذا التألق الواضح والكبير لرماتنا في هذه البطولة. ما زلنا نطالب الكثير والكثير من خلال أكيد عطاءات الرامي الكويتي وتجهيزه الكامل في هذه البطولات، وأيضا يعني هذا الشيء ينعكس على الإنجازات التي تحقق على أرض الواقع باسم الرامي الكويتي. مقبلين بإذن الله في الغد لنستكمل هذه الجولات بمجموعتين إن شاء الله، لأن تتواصل أيضا المجموعة أخرى مجموعة تلو الأخرى بالحضور والمتابعة بالنسبة لهذه الميادين. اليوم نتحدث عن 3 مجاميع ستقفل بالكامل من 75 طبق، وستستكمل هذه المجاميع بمجموعتين إن شاء الله في الغد لكي يعني يواصل الرماة المتألقين إبداعاتهم تحديدا رماة منتخبنا الوطني، وبإذن الله نشاهد رماتنا في النهائيات بالنسبة لمسابقة الاسكيت سواء الرجال أو السيدات. مجموعة أخرى أيضا سند الآن نشاهدها ونتابعها في الميدان رقم 4، وهذا هو الظهور المرتقب سيكون بالنسبة لرماة المنتخب القطري، إلى جانب أيضا يعني نشاهد ما شاء الله في كل مجموعة من رماة منتخبنا الوطني حاضرين بقوة. صحيح، هذا الرامي عبد العزيز العطية أخو البطل الرامي ناصر العطية، ما شاء الله يعني في الصورة شبه كبير، تشاهد ناصر العطية حاضر شقيق ناصر العطية شبه كبير، ورامي بعد جيد ومتمكن وصاحب أرقام كبيرة، وشاهدنا الرامي ناصر الديحاني، وشاهدنا هذا الرامي بدر غريب يوسف غريب عفوا يوسف غريب من الرماة المتألقين، كان له صولات وجولات في هذه الميادين. طبعا أسماء جيدة وأسماء ننتظر منها الكثير والكثير، منهم من حقق إنجازات مثل ناصر الديحاني ومثل عبد العزيز العطية، ومنهم وبدر يوسف غريب كان له بعد إنجازات عديدة، فأتمنى التوفيق كل التوفيق لهذه المجموعة. الآن يوسف عنده خطأ، وأعتقد بخلاف المجموعة السابقة الآن ممكن مع الطبق الرابع نشاهد راميين عندهم العلامة الحمراء وهو فقد طبق، يعني أكيد تختلف من مجموعة لمجموعة وتختلف عطاءات الرماة بالمجاميع المتعددة، يعني يوم طويل ونقول إحنا الله يعين الرامي يمكن على هالمجاميع استراحة ثم يستكمل مجموعة أخرى، يعني وضغط الحسابات للرامي. والله للأسف الشديد أن الخطأ في محطة رقم 1 محطة سهلة كان عند الراميين الكويتيين يوسف غريب وناصر الديحاني، وهذه احنا ما نتمنى الأخطاء تكون بسيطة عند رماتنا في المنتخب، نتمنى أن يكون رتم المنافسة أقوى وأن يستطيعون تصدر التصنيف العام. صحيح. وأن يكون الذهب بالنساء والرجال من ضمن
ميدالياتنا ومن ضمن خزينة النادي ومن ضمن خزينة الكويت من الذهب. لله الحمد، يعني عندما نتحدث ونسهب أمانة في إنجازات الرماية الكويتية، يعني لأن نلوم لو مثلا إذا تحدثنا على هذه الإنجازات والإبداعات من خلال أرقام تتحقق، يعني نشاهد نتابع شيء على أرض الواقع، أن تخطف الذهب من بين رماة إيطاليا، صربيا، التشيك، رماة الأسيويين الآخرين من كازاخستان في سلاح الخرطوش، ليس بالأمر السهل. كما تعمل هناك منتخبات تعمل أيضا على مدار العام وبشكل مكثف وتدفع ماديا ومعنويا بالرماة في أحدث المعسكرات، يعني هذا الشيء يواصل من خلاله أيضا كل رامي أماله وطموحاته في تحقيق ما هو مطلوب من في البطولات المتعددة والمتنوعة. عندما نتحدث عن بطولة بسخم البطولة الدولية، نحن نتحدث عن إبداعات منتظرة ستكون مؤكدا للرماية الكويتية التي تعودت على أن تكون حاضرة في البطولات الخليجية والعربية وأيضا الإقليمية والعالمية والدولية. صحيح، تفوق رماتنا في المستوى العالمي والمستوى الآسيوي يدل على دعم الدولة للرماية ودعم الدولة للرياضة بشكل عام، واجتهاد أبناء الدولة واجتهاد الأبطال، هذا ما يعكسه الإنجازات والأرقام العالمية التي تم تحقيقها من بعض الرماة في الدولة. وأتمنى أن تكون حصيلة أكثر وأكثر، ونضيف في البطولة هذه أكبر كم وأكبر عدد من الميداليات، وإن شاء الله نقدر نسيطر على الذهب، كل الذهب أكيد بإذن الله. الذهب لأصحاب الذهب، وعلى قدر العزم تأتي العزائم دائما، وأصحاب الهمم العالية هم المبدعين دائما في مختلف المحافل، وهذا الشيء ينطبق بكل أمانة على كل رامي كويتي وعلى كل جهاز فني وإداري في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. شكرا من القلب للمهندس دعيج العتيبي رئيس الاتحاد العربي الكويتي، شكرا من القلب للهيئة العامة للرياضة بقيادة دكتور حمود فليطح وما يقدمه من دعم للرماية للألعاب الرياضية وخارطة الطريق لتصحيح المسار بإذن الله وإعادة الرياضة للواجهة من جديد. شكرا من القلب من عمل لرفع الإيقاف وإعادة الروح من جديد للمختلف الألعاب الرياضية. يعني جميل بحسين، يعني أن تفخر بهذه الإنجازات وأن تفخر أيضا بنجاح بطولة قبل ختامها، يعني منذ البداية وأنت تتلمس نجاحات هذه البطولة. الحمد لله، إن شاء الله بإذن الله تستمر النجاح في جميع الرياضيات، وأيضا نخص الرماية بإنجازاتها، و يعني إن شاء الله استمرارية لكل ما هو لرفعة وطن الكويت ورفع علم الكويت في جميع المحافل الدولية. شكرا لكل من ساند الرياضة وكل من سعى برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أن يسود الود والمحبة بين كل أطياف الرياضة، وبإذن الله تستمر رياضتنا كما كانت وأفضل وأفضل. أكيد مشفي المطيري مدير ميادين الخرطوش ومحللنا في مختلف البطولات، نفخر بما يقدم، نفخر بما نشاهده ونتابعه في مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. مجموعة أخرى من المجموعات حتى الآن ما شاء الله الثلاث رمات الأوائل يقدمون شيء جيد. عمان تواصل نعم. تواجدها في رماتها أكيد وحظوظها وآمالها، وأيضا صناعة الرامي على المستوى المطلوب. أيضا يعني نشاهد في الصورة ناصر ديحاني محللنا اللي دائما يتواصل ويضعنا في قلب الحدث في توجيهاته، حاضر في هذه المشاركة الآن، تمنى له التوفيق إن شاء الله. ناصر الديحاني مشارك في هذه المجموعة، هذا هو ناصر الآن يتجه إلى هذه المحطة لكي يرمي. ناصر الديحاني أيضا من الأسماء اللي كانت لها جولات عديدة من الإبداعات. نعم، ناصر الديحاني هو من يعني المرشحين لدخول الفاينل وحصد ميدالية مع أشقاء والدول الثانية في حصد الميدالية بطولة الأمير الثامنة. ناصر الآن في محطة رقم ثلاثة وعنده خطأ واحد، نتمنى الاستمرارية لناصر بدون ولا خطأ، والآن دور
عبد العزيز العطيه. طبعا هذا اخو بالوهله الاولى صراحه توقعنا ناصر العطيه يعني يمكن خذانا الحمال ايضا كان بجانبي سند يعني ما شاء الله العطيه ناصر وايضا شقيقه الاخر تشابه كبير وايضا حضور ويكاد يكون المدرسه بالنسبه للتدريب للعطيه الاخوين يعني في نفس الستايل ونفس النظره نفس التعامل لكن يتفوق اكيد ناصر بابداعاته وموهبته هي موهبه في نفس الوقت. نعم يتفوق ناصر عن اخوه عبد العزيز ولكن عبد العزيز لا ايضا له حظوظ في دخوله للفاينل ان شاء الله باذن الله تكون الافضليه نتمنى احنا كاداريين وفنيين في الرمايه ان نشوف اكثر من ثلاثه في الفاينل ولكن القانون فقط يسمح في ثلاثة من دولة. الدولة مشاركة بالفعل يعني لله الحمد بالأمس كان ثلاث رومات من منتخبنا الوطني يعني في النهائي بالنسبة لنهائي التراب رجال وأيضا بالنسبة للتراب سيدات كان راميتين الشقيقتين سارة وشهد الأحوال يعني كل نهائي بصمة كويتية حاضرة وبإذن الله نهائي الاسكيت متوقع أيضا بصمة كويتية بالذهب والفضة والبرونز إن شاء الله بإذن الله أن يواصلون الفريق الكويتي والمنتخب الوطني الأول والثاني والناشئين لحصد ميدالية هذه البطولة عشان تكمل الميداليات الذهبية لأن احنا حصلنا على ميدالية النساء بالذهب وأيضا الرجال في تراب ذهب أيضا اليوم إن شاء الله نتمنى أن نأخذ المركز الأول في الرجال سكيت وأيضا سكيت نساء المركز الأول بإذن الله قادرين على أنهم يحصلون على الميدالية الجهد ومضاعف كل الرماة حارصين على أنهم الذهبية تكون من نصيبهم عبد الله الطرقي على عبد العزيز الفيحان على سعود حبيب يعني رمات مميزين زيد المطيري منصور الطرقي كلهم وما يحضرني اسماء يعني كلهم ولكن كل الرمات المنتخب الكويتي له حظ في حصد ميداليه ذهبيه في هذه البطوله بالتوفيق ان شاء الله لرماتنا وبالتوفيق ان شاء الله لهذه العطاءات الكويتيه المستمره وهذه الابداعات يعني متواصله الادوار التمهيديه متواصله المجموعات بامالها وطموحاتها وايضا باذن الله نفرح مع ختام هذه المسابقه مسابقه رمايه السكيت بالغد ان شاء الله بوصول كويتي وابداع كويتي اخر دفة القيادة الآن في كابينة التعليق ستكون لي الزميل العزيز أحمد علوش يستكمل معاكم هذه الأدوار التمهيدية وهذه المجاميع إلى جانب تواجد محللنا أكيد مشفي المطيري وأيضا سند المطيري العزيز أحمد العلوش سيكون إن شاء الله حاضرا لاستكمال هذه الأدوار التمهيدية وهذه المجاميع كل شكر لك زميل رائد الشمري على هذه المقدمة الله يعطيك العافية ومتواصلين معكم أعزائي المشاهدين في تغطيتنا لبطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الثامنة للرماية والبطولة الكبرى برفقتي سيكون كابتن مشفي المطيري وكابتن سند المطيري لتحليل هذه الجولات المميزة نتابع الآن ناصر الدحاني لتنفيذ هذه الجولة طبعا ناصر الدحاني هو يعني الآن في محطة رقم 4 في منتصف طبعا الآن احنا في منتصف الجولة نتمنى إن شاء الله أن نشاهد مستوى يليق بالرماية الكويتية من أبطالنا أبطال السكيت ونتمنى إن شاء الله لهم التوفيق في هذه الجولة الرامي ناصر عبد العزيز العطية أخو الرامي عبد العزيز متواجد الآن في هذه الجولة الكل يضغط للدخول على الفاينل لازلنا في اليوم الأول وراح يكون هناك إن شاء الله استكمال لهذه البطولة في اليوم الثاني بإذن الله وراح يكون في فاينل يتأهل منه أفضل 6 رومات على مستوى البطولة في لعبة سكيت
بإذن الله. لما نتكلم عن الرماية ومستويات يعني المجاميع الحاضرة معانا اليوم كابتن مشفي، لما نشوف حتى الأسماء نرى أن أسماء صاعدة مشاركة معانا من جميع الدول لاكتساب خبرة، يعني في عندنا رماة شباب من قطر، رماة شباب من الإمارات، رماة شباب حتى من المملكة العربية السعودية، فنشوف أن الرماة الشباب قاعد يأخذون خبرة، يكتسبون خبرة في هذا المجال. الشيء الجميل في البطولة أن المشاركين البحرينيين والقطريين يشاركون معانا في البطولات المحلية، في يعني نقول لك ثلاث بطولات في السنة من ثمان بطولات أو سبع بطولات، يعني ثلاث بطولات مشاركين وعارفين الميدان وعارفين يعني التجهيز وحتى أماكنهم وين يتواجدون وين يرتاحون، عارفين كل شيء في الميدان، وهذا اللي يخليهم أنهم ما يعيشون الضغط في الرماية أكثر، مارسين على الميادين، عارفين الطريقة في الرماية، وهذا يجعلهم أنهم يكونون من أفضل الرماة على مستوى البطولة. أبو حسين، لما نشوف يعني الرماة الحاضرين حاليا أكيد يعني في عالم الرماية يعني الإيطاليين يتسيدون، يعني هم أهل يعني الرماية وأصحاب يعني الميداليات، بس في هذا الميدان يعني تغيرت الصورة، يعني عندنا يعني ما في كبير في الميدان، شفنا أبطالنا قاعد يحققون أرقام، أبطال الخليج قاعد يحققون أرقام شفنا تميز كبير من قبل رماة حتى منتخبنا الوطني في هذه البطولة. الحمد لله أن يعني بينت الصورة لكل الرياضيين أن هناك رماة منتخب الكويتي قادرين على أنهم يخترقون أي فريق منظم وإداريا وفنيا وبرمايتهم أيضا يخترقونهم في أنهم يصلون إلى مراكز متقدمة أفضل المنتخبات الثانية، دائما في استراتيجية ماشيين عليها بكل سلاسة بكل احترافية، راح تشاهد هناك رماة منافسين في البطولات، وهذا اللي هو نادي الرماية يعتمد عليه في طريقة تعامله مع لاعبينا، طريقة تعامله مع إدارينا، وطريقة تعامله مع مدربينا، احترافية في كل شيء، دائما هناك في احترافية أكيد في إنجاز بإذن الله. لما نتكلم كابتن سند المطيري أنقلك السؤال، الحين لما نشوف يعني بورصة الرماة حاليا تشوف الأبرز في هذه الجولة والأكثر ثبات، خاصة أن مستوى الرامي لما يدخل في مثل هذه البطولات يتعرض لضغوط كثيرة، قلة من الرماة تكون مع الخبرة يسيطر على أعصابه في داخل هذه البطولة. والله اللي يسيطر على أعصابه هو الرامي البطل، الرامي البطل اللي يستطيع الإنجاز، ما مستحيل أي رامي يستطيع إنجاز إذا ما يسيطر على أعصابه. الرماية لعبة دقيقة جدا، وأي رامي يفقد أعصابه مستحيل في الجولات التأهيلية مستحيل، أو بالفاينل مستحيل راح يحقق إنجاز ولا يكون بطل. فالسيطرة على الأعصاب من أهم الأسباب للنجاح في لعبة الرماية، والآن عندنا من أبرزهم في هذه الجولة الرامي القطري عبد العزيز عطية، ظاهر معنا بالصورة، هذا من الرماة المتميزين في دولة قطر، ويكتسب الخبرة من أخوه ناصر، يمده من الخبرة الكبيرة أخوه ناصر عطية بطل الأولمبي في لندن، حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية، وعندنا ناصر الديحاني رامي فد وأخو البطل فهيد الديحاني، فرماه لهم باع طويل ولهم إنجازات كبيرة ومارسهم الضغط في بطولات عالمية وفي فاينالات في ضغط جمهور. معنا الحين بالصورة الرامي يوسف الغريب، رامي من الرماة المعدنهم جدا جميل وله إنجاز كان في جمهورية إيران، حصل على المركز الأول على ما أعتقد في قبل كم سنة، كان رامي متميز وكان رقمه كسر رقم على ميدان الإيراني، على الميدان كان يعني رماية طيبة منه. إذا بعد طبعا لازم نذكر الجمهور أن أيضا يوسف الغريب من رماة الجيش، وهو من منتخبات الجيش أيضا مشارك في هذه البطولة باسم منتخب الكويت، وأيضا لا يعني لهم دور أيضا الاتحاد العسكري بالجيش، لهم بصمة في المنتخبات الوطنية الكويتية، لهم عناصر كثيرة داخل الميادين، إنجازاتهم كبيرة وفي البطولات المحلية عندنا في الكويت،
وأيضا هم داعمين للنادي في جميع بطولاتهم الدولية بالنسبة لمشاركات لاعبينهم في على مستوى المنتخب الكويت. نشوف الحين يعني هذه البطولة بدأ التوتر يزيد لما نتكلم كابتن سند المطيري عن دخول الرامي في هذه الجولات والحفاظ على التركيز. بعض يعني الحالات يحصل فيها دروب خاصة في آخر الجولات يحصل دروب يضيع الرامي من التشتيت. هذا مثل ما حصل مع الرامي الكازاخستاني قبل قليل، يعني لما حط أربعة أخطاء ثلاثة أطباق هو كان سائر على 25 ولكن في آخر محطة فقط ثلاثة أطباق، واستطاع الرامي عبد العزيز المنديل أن يسيطر على المجموعة. هذا من رتم كان الرامي الكازاخستاني يفكر بالنتيجة بشكل كبير، يعني أخطاء تحدث أخيرا وتحدث في أوقات صعبة مثل ما شفت. عبد العزيز المنديل استطاع أن ينتزع الصدارة من الكازاخستاني، وهذا إذا يدل أن عبد العزيز المنديل من الرماه اللي لهم باع واستطاع أن يسيطر على أعصابه، فكان بطل في دائما عبد العزيز يتحفنا في أرقامه الطيبة. نرحب معنا انضم معنا على الهواء كابتن عبد العزيز المنديل احد الرماة اللي يعني حصلوا على مركز مميز. كابتن عبد العزيز نقول لك يا هلا ويا مرحبا فيك. السلام عليكم. مرحبا، هلا بالشيخ، طول عمرك. لما نتكلم كابتن عبد العزيز عن هذه البطولة ودخولكم في هذه المنافسات في ظل وجود يعني عناصر يعني أجنبية وخبرات يعني خاصة من دولة إيطاليا ومن دولة كازاخستان من الدول العديدة يعني المشاركة في هذه البطولة، يصير ضغط على الرامي الكويتي في ظل هذه الظروف. صحيح صحيح، ولكن التدريبات والضغط اللي قاعدين نعيشه الحين هذا كله ترتب حق قدام، يعني مع المشاركات الخارجية ومع رفع علم الكويت، يعني هذا زين حق كل الرماة. اليوم نشوف الجو ما شاء الله خدم الرماة على عكس الأيام السابقة. صحيح. اليوم الجو مشمس ويعني مناسب جدا للرماية. اليوم الجو الحمد لله نعمة من الله، يعني قليل ما يصير بالبطولات كذي، لكن إن شاء الله التوفيق لجميع الرماة والله يوفق المنتخب الكويتي إن شاء الله. أنا بغيت أسألك عبد العزيز، محطة خمسة أنت عندك خطأ في محطة خمسة، يعني أنا تكلمنا عن إحنا محطة خمسة أنا وأخوك سند وأيضا رائد شمري قبل شوي، وبعلوش كان حاضر يعني في الجولة اللي كنت قاعد ترمي فيها محطة خمسة، يعني أنا يعني أقدر أقول لك أنت مميز في محطة خمسة. شو اللي حصل معاك؟ شنو سر الدروب اللي حصل في محطة خمسة؟ محطة خمسة اللي حصل كانت شوية السبطانة شوية كانت عالية، فطلوعي كان مع الطبق ولكن فوق، فصار الخطأ مرتين، وبعدين تفاديناها بمحطة ستة ومحطة سبعة والحمد لله خلصنا الجولة بدون أخطاء الحمد لله. الدبل زيرو يؤثر على الرامي عبد العزيز خاصة إذا كان في البطولة وكان قريبة الأرقام. الدبل زيرو يؤثر ولكن مع اللياقة البدنية ما يؤثر. ما شاء الله. لما نتكلم أنت ذكرت مشكلة السبطانة، يعني هل يعني يحصل لك مشاكل بعد ما يعني تتخذ إجراءات الإصلاح الأمن والسلامة وتشيك على سلاحك بشكل كامل تحصل مشاكل داخل الميدان؟ اللي يصير داخل المحطة نسبة تقديرية يقدرها الرامي مع طلعة الطبق، وين يطلع وين يروح وياه، يصعد فوق ينزل تحت، ولكن مرات تختلف سبحان الله. يعني ترجع على خبرة الرامي شلون يتعامل مع التغيير. صحيح. نشوف ما شاء الله يعني مثل هذه يعني البطولات اكيد انها تسقل الرامي بشكل كبير. طموحك ما بعد هذه البطوله اكيد مركز على بطولات معينه في اجنده او جدولك السنوي. والله الطموح بطوله عالم، وبطوله عالم وراها اولمبيات، وان شاء الله خير ان شاء الله، عاملين خير باذن الله. عبد العزيز عندي سؤال، كلمنا عن اعدادك لهذه البطوله واستعداداتك ما قبل البطوله، اكيد كنتوا تنتظرون هذه البطولة من أيام عديدة. والله الاستعدادات إن شاء الله أنها كانت زينة، استعدادات بدنية معنوية نفسية، وإن شاء الله عاد الباقي مجهودك وتبذل الأسباب، الباقي إن شاء الله على الله. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوف السكورات تكسرون السكورات العالمية وتكونون حاضرين في يومكم وأنتوا أبطال، نعول عليكم إن شاء الله خير، إن شاء الله تكون الذهب من نصيبك إن شاء الله بإذن الله. ما قصرت رامينا القديم سند، الله يستر عليك. عبد العزيز لما نتكلم عن مستوى يعني الرماة الكويت خاصة في هذه البطولة والرماة الصاعدين الشباب، شلون تشوف مستوى الشباب ودخوله في مثل هذه البطولات؟ للأمانة رماة الكويت كعبهم عالي على البطولات هذه، خاصة بسكيت وتراب ما شاء الله، ولكن اليوم بسكيت
لا كعب المنتخب الكويتي عالي، ان شاء الله يوفقهم ان شاء الله. امين ان شاء الله، راح نشوف ذهب ان شاء الله من نصيب الكويت في هذه البطوله باذن الله. باذن الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لك والله، يعطيك العافيه، وان شاء الله نشوف يعني نشوفك في نهايه التتويج في هذه البطوله، تنور المنصه ان شاء الله. ان شاء الله ما قصرتوا، بيض الله وجهكم. ما قصر مديرنا مشفي الله يطيل العافيه. عند انتقادات عليكم ابو عبد الله، خاصه انه بمحطه خمسة هو متابع على قولتهم، محل الروح ومدير، ما نقدر نقول شيء. صحيح مدير لازم. الميادين هو قاعد يتاكد ان الميادين فيها شيء. الميادين ان شاء الله انها زينه، ما دام مسكها ابو عبد الله ابو حسين ما قصر. مشكور اخوي عبد العزيز، ان شاء الله اتمنى لك التوفيق ان شاء الله اليوم الثاني، وايضا لاخوانك الرماة، و باذن الله لهم الذهبيه باذن الله. ان شاء الله ما قصرت ابو حسين. نعود ايضا لجولتنا حاليا ونرى يعني المنافسه على اشدها، و يعني الدخول في مثل هذه المنافسات نحتاج نشوف بمخرجنا يعني السكور بورد لنعرف مدى تقارب النقاط بين الرماة حاليا. سند المطيري، لما نشوف يعني دخول يعني رماة الكويتيين نشوف الان لا زال يعني في ثبات بالمستوى مع طول يعني الشوط لحد الان. كعب المنتخب الكويتي دائما عالي في البطولات، الاسماء الموجوده بابطال الحاضرين دائما يكون هو الافضل في الميادين، وحتى لو المنتخب الكويتي حتى لو ما حقق انجاز حتى في البطولات العالميه لازم يكون وجوده حاضر بالفاينل او بالمنافسه او بالشتوف على الفاينل، ما يكون من المنتخبات السهله ابدا. هو صاحب كعب اول، يمكن يكون خاصه في لعبه السكيت من افضل 3 منتخبات في العالم، يعني هذا سبب لنا المفخره والعزه ونفتخر في جميع رماتنا المجتهدين سواء من الصف الاول سواء من الصف الثاني. اتمنى نشوف السكور شيت عشان نستطيع نتكهن. انا اعتقد المتصدر يمكن يكون عبد العزيز العطيه او ناصر الديحاني، هم الابرز اسماء في هذه الجوله. صحيح، وشفت في الميادين الثانيه وجود مميز للبطل ناصر العطيه والبطل عبد الله الرشيدي، كانت لهم ارقام اليوم جدا قويه، رفعهم رتم المنافسه. اعتقد راح يصير يعني بطلعه الروح دخول الفاينل، اي رامي راح يفقد طبق راح يحسب له 1000 حساب في النهايه. يعني في مثل هذه البطولات نشوف كأننا نشوف بطوله عالم حاضره حاليا بوفق الاسماء، ويعني في حال وجود زيرو فانه يسبب ضغط كبير على الرامي، بس احنا نشوف ما شاء الله يعني وجود الرماة حاليا ودخولهم في هذه المنافسات اكيد ان يعني مثل هذه البطوله تعطي قيمه لمثل هذه الاسماء، تعطي قيمه للبطوله وثقل، خاصه ان تعتبر هذه بطولة عالم بالنسبة للكثيرين حتى من الضيوف اللي موجودين. صحيح، بطولة عالم بالأسماء الموجودة اثنين أبطال أولمبيين وأسماء لها باع كبير في الرماية ولها إنجازات عديدة من إنجازات العالم، وكانت يعني دائما وأبدا حاضرة في الإنجازات وفي المحافل الدولية، هذا يدل على قوة المنافسة في هذه البطولة. في البطولات العالمية ربما بعضها ما تحصل أسماء قوية مثل الأسماء الموجودة اليوم. أتمنى إحنا أن يكون الذهب يترجم للكويت دائما وأبدا بإذن الله. كل التوفيق ل يعني المجتهد في هذه البطولة، ونتمنى النجاح لهذه البطولة بشكل كبير. نرى الآن أحد رماة منتخبنا الوطني يستعد لتنفيذ الضربة وفق تركيز عالي، خاصة في هذه الجولة تعتبر جولة حاسمة. لما نراجع مع كابتن سند الأرقام، الجولة هذه يمكن يكون أفضلهم إلى الآن ناصر الديحاني، وأخطأ طبق وحيد في بداية الجولة اللي تكلمنا عنها في البداية، وللأهان لم يخطأ أي طبق، فهذا يدل على رتمه العالي وقدرته في احتواء الخطا وقدرته. صحيح، يعني احتوى الخطا اللي كان في بدايه الجوله وما كان ياثر عليه بشكل سلبي، ولكن ناصر الديحاني عنده خبره في الميادين وعنده خبره في الرمايه، استطاع ان يكون الخطا الاول داعم
داعم له واستطاع انه يكمل على نسق الإصابة العالية، والآن تقدم لما نشوف كابتن الى 24 ناصر، يعني باقي له طبقين وطبقين من الاطباق اللي تكون سهله. ناصر حد الان اقرب يعني متنافسين للدخول الفاينل. صحيح ناصر من يعني اذا كمل 24 اعتقد هذه تقربه كثيرا الى الفاينل. لما نشوف يعني الاسماء حاليا ودخول يعني يعني بين الحين بعد ما شفنا السكورات يعني تعدت حاجز ال 24، من ترشح وتشوف يعني من الاسماء اللي موجوده راح يدش الفاينل؟ والله الاسماء الموجوده تدش الفاينل يعني احنا نتمنى ان تكون اسماء حاضره هي اسماء ملاعبينا، ولكن الى الان ما بين يعني من الاسماء، لكن كتوقع ناصر العطيه، عبد الله الطرقي، منصور الطرقي، يمكن يكونون زيد المطيري، يعني عبد العزيز العطية، ممكن هذه الأسماء اللي ودنا أن تكون حاضرة بيومها عشان تستطيع أن تنتزع الذهب. لكن للآن هذه يمكن الجولة تكون الثانية، باقي ثلاث جولات. الأصعب يمكن يكون بكرة ظروف المنع، ظروف الجو، ممكن يكون هواء، ممكن تأثر على بعض الرماة، والجو مرات يخدم بعض الرماة ويكون ضد بعض الرماة، ف من تكهن صعب في البطولة. الأسماء عديدة، الأسماء قوية والله، ما بالأمانة شفت أنا أرقام أقوى، 25 في الميادين الأخرى، يعني كانت أرقام متفاوتة من 24 من 25. الآن ناصر الديحاني عنده آخر طبق، أتمنى أن يكون إصابة موفقة بإذن الله. اليوم نشوف ما شاء الله إصابة موفقة لناصر الديحاني. ناصر الديحاني الآن يقترب بشكل كبير إلى دخول في الفاينل برقم عالي وبشكل أفضل، خاصة أن الرقم يخدم الرامي، خاصة لما بالدخول للفاينل أكيد البيب نمبر يكون مفيد جدا للرامي في حال تعادل الرماة، يعطي أفضلية للرامي الأعلى. صحيح، هذا في حال تعادل الرماة يصير بينهم الشتف، والشتف دائما يعني يخدمك في النظام الجديد بالخروج. عندما تعادل الرامي يرجعون الى بيب نمبر. اعتقد عندنا احد الرماه حصل على 25 من 25، هذا يعتبر رقم كبير، خاصه نشوف السكور الان لو خرجنا العرضه لنا. اتمنى نشوف السكور بورد الان للتحليل اكثر والدخول في هذه الجوله ومعرفه الارقام. الآن نرى سكور، تشوف مثل ما ترى معي كابتن سند المطيري، يعني في 25 من 25 عند الرامي رقم واحد. صحيح، 25 من 25 عند الرامي الكازاخستاني حصل على 25 من 25، والرامي الكويتي عبد الله 22، والرامي العماني 18، والرامي ناصر الديحاني 24، والرامي يوسف غريب 22، وعبد العزيز العطية 22. هذه يعني ابرزهم. كازاخستاني الان يرفع مستوى التحدي ويكون بلا اي خطا الان 25 25، هذه يعني تقرب اكثر واكثر اذا كررها كم مره في الجولات القادمه راح يكون هو القريب للفاينل. وناصر الديحاني في خطا وحيد، خطا في محطه رقم واحد، ولكن اداء جيد، اداء جدا ممتاز من ناصر الديحاني. غريب كابتن سند، يعني الخطأ في محطة رقم واحد غريب، خاصة أن محطة رقم واحد تعتبر هي مثل ما تقول تعطي ثقة كبيرة للرامي قبل الدخول إلى الجولة. الخطأ خطأ في محطة رقم واحد، محطة رقم ثمانية، سهولة بعض المحطات تخليك أنك يعني تتفاجأ من الخطأ، وبعضها تكون أنت يعني ما ركزت التركيز الكامل، لان المحطه سهله في التدريب ممكن تاخذ لك ايام وايام عديده ما تخطيها. في البطوله اي حركه خطا تعطيك خطا الهدف، وهذه يعني حصلت في بطولات عالم، كان خروج ابطال من المنصات بسبب اخطاء جدا تكون يعني بسيطه وجدا تافهه تحصل عليها الرامي ايام وايام، وتكون بالذهن على مدار مسيرته الرياضية.
ناصر الديحاني أدى أداء جيد بعد الخطأ الأول. كابتن مشفي، لما نرجع للأرقام والدخول في هذه الجولات ونراجع معك سكور. طيب، واضح أن بالصورة أن الإعادة للجولة السابقة اللي كان فيها أن عبد العزيز العطية طبقين، والآن بإذن الله نستكمل الجولة القادمة للبطولة، ننتظر السكورات وننتظر الأسماء من لجنة التحكيم بانتظار الجولة القادمة بإذن الله. هذه هي الجولة الآن تعاد للجولة السابقة اللي كان فيها ناصر العطية، أنا عبد العزيز العطية وناصر الديحاني، ننتظر وصول الأسماء من لجنة التحكيم. لقطات جميلة من الجولة، يشكر عليها المخرج، لقطات مميزة، ردة فعل اللاعبين في بعض المحطات وإصابتهم للأهداف، وتلاحظ أخوي مش في شد الأعصاب الرامي عند خروج الطبق وردة فعله بعد الخطأ، فهذه شغلة يشكر عليها المخرج. طبعا بعد الجولة يعطينا أحدث أهم الأحداث اللي دارت في الجولة السابقة. طبعا ردة الفعل تكون واضحة في العادة في البطيء، ويبين اللاعب مدى الحسرة لخروج الطبق بدون كسرة، وهذا هو يعني جهد يشكر عليه الطاقم التصوير وأيضا المخرج، أنه يبين مدى ردة فعل اللاعب السريعة من أنه هو أخطأ الطبق وحسرته السريعة لهذه الجولة. كابتن مشفي، لما نتكلم عن ما شاء الله دخول الرامي الكازاخستاني بقوة، خاصة أنه حقق 25 من 25، سبب ضغط كبير لباقي الرماة أكيد ورماة منتخبنا الوطني. نتكلم عن يعني تحقيق ال 25 يعتبر ثقة أكثر للرامي للدخول في الجولة الثانية. أكيد لها ثقة كبيرة للرامي أنه هو رمى الجولة بدون ولا خطأ، تعطيه أفضلية في السكور والترتيب العام، وهذا شيء نقدر نقول أنه يعطي أيضا إثراء للبطولة أنها تكون بالمستوى المطلوب على مستوى كبير من باسمها باسم بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد، أنها تكون بطولة قوية، وفعلا هي بطولة قوية. الأرقام بدأت تتضح لكل اللاعبين، هناك أرقام قوية منهم الكازاخستاني وأيضا منهم من قطر أيضا عبد العزيز وأيضا ناصر العطية، هناك أرقام نتمنى أن أرقام منتخبنا الكويتي حاضرة في هذه البطولة، وأيضا مستواهم المعهود أن يكون حاضر على مستوى البطولة. نترككم أعزائي المشاهدين مع فاصل قصير وسط هذه اللقطات الجميلة والأجواء المميزة، ومن ثم نعود معكم لاستكمال هذا النهائي المثير بحضور ووجود أبطال الكويت وأبطال الخليج في هذه البطولة. نترككم ونعود لكم بعد لحظات إن شاء الله.
معكم أعزائي المشاهدين على الهواء مباشرة في بطولة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه للرماية الثامنة لاستكمال الجولة الأخيرة من جولات رماية تسكيت للرجال. ينضم إلي على الهواء مباشرة الكابتن أبو حسين مشفي المطيري. نقول لك نرحب فيك يا أبو عبد الله في هذه الجولة المميزة. حياك الله، وإن شاء الله راح نغطي الجولة الأخيرة لعبد الله الطرقي الرشيدي، وإن شاء الله تستكمل غدا إن شاء الله التمهيدي ويبين معانا منه المراكز الست الأوائل إن شاء الله في البطولة. أيضا نرحب بالكابتن سند المطيري أحد الرماء يعني القدامى في هذا الميدان وأحد الخبرات المتواجد حاليا وإضافة كبيرة للنادي. أهلا وسهلا وأهلا بالسادة المشاهدين، أتمنى في هذه الجولة نشوف أرقام طيبة من الرماة بظل تواجد البطل الأولمبي عبد الله الرشيدي والبطل العالمي زيد المطيري والبطل الكازاخستاني أندريه وبطل المنتخب القطري راشد الهاجري، وهذه الأسماء لها باع كبير في رماية لعبة السكيت. راح نشوف أداء جيد، راح نشوف نتائج إن شاء الله تكون 25 من 25، تمناها تكون لرماة المنتخب الكويتي بإذن الله. بإذن الله. أبو حسين، لما نتكلم عن هذه الجولة والدخول في مثل هذه يعني الجولات المميزة خاصة في وجود أسماء كبار مثل الرامي عبد الله الطرقي والرامي زيد المطيري ويعني الرماة من الدول الشقيقة، أكيد أن ثقل كبير في هذه الجولة وتوتر كبير من قبل الرماة. طبعا الجولة قوية تضم أسماء لها باع طويل في الرماية، امثال عبد الله الطرقي الرشيدي بطلنا الاولمبي، ايضا زيد المطيري بطلنا العالمي ايضا متواجد في هذه الجوله. راح نشاهد باذن الله جوله تليق بالرمايه الكويتيه وايضا تليق في البطوله. الان الرمايه للرامي العراقي علي من العراق، طبعا رامي توه جديد على الرماية يعني يبي له مستقبل إن شاء الله وتدريب لينضم إلى النجوم في لعبة السكيت. اليوم نشوف يعني جولة حماسية خاصة في وجود أسماء كبار، يعني جولة ما نقدر نتكهن منه اللي راح يتأهل منه اللي راح يعني يسقط من هذه الجولة. أكيد أبو حسين ترى أن في مثل هذه الجولات ووجود لاعب علي يعطي خبرة كبيرة بمثل هذه الجولات ووجود نجوم كبار. أكيد راح يتعلم من النجوم الكبار في اللعبة واللي سابقين بسنوات بالرماية أمثال عبد الله الطرقي الرشيدي. طبعا لا زال الجولات في التمهيدي، ولكن هي آخر جولة للرامي عبد الله الطرقي الرشيدي، هي الجولة الثالثة. نتمنى أن نشاهد جولة يعني برقم كبير 25 من 25 للرامي عبد الله الطرقي الرشيدي وايضا زيد المطيري. شوف الان زيد المطيري لتسديد هذه الضربه والمحطه 2، ضربه موفقه للرامي زيد المطيري، وايضا بعد ياتي عبد الله الطرقي. يعني رامي يعتبر اولمبي عبد الله الطرقي بعد تحقيق ميداليه البرونزيه في سكيت. طبعا اكيد عبد الله الطرقي من الخامات النادرة في عالم الرماية، هو من يعني أفضل الرماة على مستوى العالم، له خبرة كبيرة سنوات كبيرة بالرماية في لعبة سكيت. أكيد الكل يتعلم من عبد الله طرقي الرشيدي وكيف يعني طريقة رمايته وأيضا ستايله، الكل يتعلم من عبد الله طرقي الرشيدي، هو طبعا مدرسة في الرماية ومو غريب على الميادين العالمية ودائما متواجد في الفاينالات، وأتوقع له حظوظ كبيرة جدا في دخوله للفاينال إن شاء الله غدا. نرى الآن رامي علي من جمهورية العراق الشقيقة لتسديد الرمية، وواضح ثقة عند علي خاصة في الدخول في مثل هذه الجولات وتركيز عالي. طبعا اكيد علي من الرماة يعني الجدد في عالم الرمايه، اتمنى لهم التوفيق. طبعا فيه اهتمام ب
الرماة في المنتخب العراقي يعني لا زالوا في طور التمهيد يعني طور التجهيز. واضح لاحظ ان العراقي هو الاقل مستوى في هذه الجوله. الاول طبعا هو الاول ما يرمي الرامي الكازاخستاني عنده خطا واحد، والرامي عبد الله الطرقي وايضا زيد المطيري وعبد الله وراشد الهاجري بدون ولا خطا، فقط اللي عنده اخطاء اللي هو اندريا من كازاخستان وخالد وعلي من العراق. وعلي من العراق نرى الآن يعني ثقة كبيرة ومنافسة مشتدة من الجولات الأولى، خاصة أن يعني رقم يعني الرامي زيد المطيري وعبد الله الطرقي وراشد الهاجري بتعادل بدون خسارة أي طبق. نشوف أبو حسين المحطات هذه، أكيد أن في محطة تعتبر ثغرة وصعبة بالنسبة للرماة، أكيد المحطة خمسة على ما أعتقد. أصعب محطة طبعا مثل ما تكلمنا قبل شوي حللنا ان المحطه 4 هي الاصعب اللي فيها الصعوبه، لانها هي المنتصف في المنتصف منتصف الميدان، وكل ما وصلنا الى المنتصف كل ما زادت الصعوبه، وكل ما وصلنا الى نص الحلقه من قريب من نص الحلقه ان راح نكون هي الاسهل والافضل للرامي انه يكون بسيطه بالنسبه له. الان راشد الهاجري ضمن طبعا راشد الهاجري هو يعني من ضمن المنتخب الأول في قطر وله وعارف الميادين الكويتية. الآن هو بدون ولا خطأ مع زيد وعبد الله الطرقي وراشد، هم الآن بدون ولا خطأ 9 من 9. أيضا يعني لما نتكلم عن أندري رقم واحد عنده خطأ واحد واستعاد الثبات، يعني خطا واحد يعتبر لا زال في رتم المنافسه، واحد خطا واحد لا زال في المنافسه اذا قدر انه يسكرها ويحصل على 24 من 25 فهذا شيء جيد له. ولكن تعرف الاستمراريه طويله، لاحظ ان هناك 16 طبق متبقي فيها صعوبه، ولكن ما في شيء يعني غريب على انه يسكرها، لانه رامي محترف وعارف ان رمايته إذا حصل على أقل من السكور هذا راح يكون ضعيف في التصنيف العام، وهي تصنيف البطولة طبعا اليوم الأول واليوم الثاني. كابتن سند المطيري لما نتكلم عن السكورات ويعني الأرقام خاصة في التصفيات، أكيد عندك ما تتحدث عنها من الأرقام في هذه الجولة. أكيد أنا تفاجأت بصراحة بنتيجة أندريه، مثل ما تكلم أخي مشفي يقول إنه عنده رامي عنده الخبرة وعنده يعني حقق في الجولة الأولى 23 من 25 بأخطاء طبقين، كان يعني نتيجة جيدة لا بأس فيها، ولكن في الجولة الثانية المفاجأة حقق 21 من 25، يعني عنده دروب حصل 4 أخطاء في الجولة الثانية وخطأين في الجولة الأولى، والآن خطأ هاي تعتبر 7 أخطاء. ما عاد عنده امكانيه انه يضيف اخطاء لانه احتمال راح يكون برا الفاينل اذا زاد الريتم في الاخطاء، لان وضعه الان جدا حرج. عندي في منتخب كازاخستان رماه متفوقين عليه، 4 رماه هم افضل منه بسكور، وهو ياتي الان في الترتيب ال24 بالترتيب العام بعيد كل البعد عن المراكز الاولى. عندنا الرامي عبد الله الرشيدي حقق في الجوله الاولى 24 من 25 نتيجه ممتازه، في الجوله الثانيه حقق البطل الاولمبي 22 من 25. نتمنى ان يتم الان ولا خطا، نتمنى يستمر على هذا المنوال وان يحقق النتيجه الكامله 25. ورامي زيد البطيري حقق في الجوله الاولى كان يعني غير متوقع من رامي كبير مثل ابو عبد الله زيد، له صولات وجولات في الميادين حقق 20 من 25، وهذا كان يعني رقم غريب بالنسبة رقم غريب زي. نعم وفي الجولة الثانية عوض واستطاع أن يعود إلى منافسة 23، والآن ما شاء الله يسير بخطة ثابتة. نتمنى يكمل هو عبد الله الرشيدي، نتمنى يكملون الجولة 25 ويكونون من ضمن الترتيب العام بالأفضل، والأفضل يكونون من ضمن 6 الأوائل. عندي محمد العواد رامي المنتخب الكويتي، محمد العواد رامي 49 من 50 ما شاء الله، ما
شاء الله. في الجولة الأولى 24 وفي الجولة الثانية 25. عندي الرامية ناصر الديحان 24 ويتليها 24 48 من 50. عندي الرامية محمد الديحاني كذلك 24 و 58. عندي الرامي سعود حبيب كذلك 24 و 48. فعندي للآن من المركز الأول للسادس 48 و 49 بخطأ أو خطأين. فهذه ضغط على بقية المشتركين وضغط على بقية الرماح في قادم الجولات. الآن نرى السكور شيت والراجع مع أبو حسين أفضل الأرقام، خاصة أن يعني يعني الرماة دخلوا أو دخلوا في الأجواء يعني البطولة بشكل عام، واتضحت الآن نوعا ما معالم يعني الرماة المتأهلين. طبعا لا زال الرماة المنتخب الكويتي واضحين في أنهم من ضمن الست الأوائل، أربع رماة منتخب الكويت، يعني هذا بحد إنجاز بحد ذاته إنجاز للرماية الكويتية أن يكون أو بمعنى أصح من ضمن العشرة هناك تقريبا سبع رمات، سبعة رمات، يعني لاحظ سبع رمات من ضمن عشرة، يعني ثلاثة هم فقط من واحد من البحرين واثنين من كازاخستان. يعني المنتخب القطري لا زال يعني في الترتيب رقم 17 ورقم 22، وأيضا هناك المنتخب اللبناني أيضا، يعني عندك آسف من بيرو أيضا يعني رقم 14، يعني لا زال منافس للبطولة. أتوقع أن هناك رماة يحاولون يعوضون في الجولة القادمة وهي الأخيرة لهذا اليوم، أنهم يحاولون أن يوصلون إلى الترتيب من ضمن الستة الأوائل، وهذا طموحهم هذا اليوم أنهم يكونون من الستة الأوائل، وغدا يكون طموحهم أكثر وأكثر، اللي كانوا متقدمين أنهم يحصلون على نفس النتيجة ويكونوا متقدمين لدخول الفاينل وحصد ميدالية ذهبية أو برونزية أو فضية. غدا جولة الحسم مثل ما نعم، هو طبعا هو الآن لازلنا في طور التمهيدي، وهي يعني الجولة رقم 3، منتظرين إن شاء الله غدا راح يكون عندهم جولتين مقسمة على 25 25 50 طبق. أتوقع أن أيضا هناك رماة من المنتخب الكويتي يحاولون يدخلون إلى من ضمن الستة الأوائل، ومو قريب عليهم منتخب الكويتي قادر أنه يأخذ من العشرة، يأخذ على الأقل أقل شيء متوقعه 8 إلى 9، ويكون واحد يعني من ضمن الدول الثانية، ولسبب لأن هناك مثل ما أنت عارف أن قوة المنتخبنا في سكيت قوية جدا وحظوظها أكثر، وسهولة أنك يعني نضغط على اللاعبين في حصولهم على مراكز متقدمة من قبل المدربين، طبعا يضغطون على لاعبينهم عشان يكون له حظوظ أكثر في دخول الفاينل. أبو حسين نشوف زيد المطيري يعني أحد الرماة اللي كان يعني مستواهم ثابت، الآن عنده خطأ راح يضغط عليه، خاصة أنه لازال راشد الهاجري وعبد الله الطرقي بلا أخطاء في هذه الجولة. زيد المطيري في دروب قاعد يصير عنده، زيد المطيري عنده خطأ واحد، ما نتمنى أنه يكمل 24. طبعا هو زيد المطيري متأخر قليلا شوي عن الأفضل ستة أو أفضل عشرة في المنتخب الكويتي في هذا التصنيف، نتمنى أنه يعوض في اليوم الثاني. وزيد دائما يعني معودنا أنه في دائما اليوم الثاني يكون أقوى من اليوم الأول في البطولات، عنده كنترول وقادر أنه يسيطر على تركيزه اليوم الثاني أكثر من اللاعبين الآخرين. سند المطيري كابتن، لما نتكلم نشوف اليوم يعني عبد الله الطرقي ثابت مستواه، اكثر خبره، اكثر ثبات بالاداء، اكيد في مثل هذه الاسماء في مثل هذه البطولات يكون لها مثل ما تقول ثبات في المستوى والحرص على عدم الدخول في التوتر والدروب. صحيح،
عبد الله الرشيدي هي بطل أولمبي، شارك في عديد من المسابقات العالمية وبطل العالم عدة مرات، فمتعود على الضغط ومتعود على المنافسات ومتعود على هذه الأجواء، مو غريب عليه، وشارك في بطولات فيها الضغط أكبر، فيها الضغط أقوى مثل الأولمبيات، يعني هذه كانت حلم لكل رامي، فيكون عنده ضغط جدا شديد، فتعتبر هذه مثل هذه المسابقات بالنسبة له عادية جدا ومتعود عليها، متعود على هذه الأجواء، عكس بعض الرماح ما خاض المسابقات بشكل كبير فيكون عليه الضغط أكبر. عبد الله في الجولة الأولى حقق 24، في الجولة الثانية حقق 22، هذه أرقام جدا جيدة، ولكن متعودين حنا عبد الله الطرقي أقوى من هذه الأرقام، ومعنا 46 يعني الفرق عن يعني المركز السادس طبقين، يستطيع وقادر ومؤكد أن عبد الله يعني دائما يبهرنا في أداءه وفي إنجازاته، يستطيع أن يكون من ضمن الستة، ونتمنى ذلك أن يكون من ضمن الستة بكرة بالفاينل، وتكون ثلاثة أسماء، لأن القانون لا يسمح أن تكون أكثر من ثلاثة أسماء، فثلاثة أسماء من منتخب الكويت تكون أسماء حاضرة بقوة، وأتمنى التوفيق لجميع المشتركين طبعا لإنجاح هذه البطولة. فالآن يمكن عندنا محطة سبعة، هذه هي المحطة اللي يمكن تكون أسهل محطات لوضوح الطبق، وضوح الطبق وقرب الطبق والزاوية تكون يعني ما فيها حركة البندقية بشكل كبير، يعني حركة البندقية بزاوية معينة خفيفة، تكون دائما الإصابة دقيقة عند الرماة، عكس محطة أربعة عكس محطة خمسة يعني فيها صعوبة قليلا، تكون الزاوية مفتوحة وتكون الرؤية أصعب، وسرعة الطبقة تكون أكبر وحركة البندق تكون أعلى، فأني تحدث أخطاء، يعني لازم تجمع بين السرعة وبين خروجك مع الطبق وبين حركة البندقية، فهذه دائما تكون فيها أخطاء، عكس المحطات اللي تكون فيها حركة البندقية والزاوية أصغر، فتكون إصابتك شبه مضمونة. الآن محطة أربعة، هذه المحطة تكلمنا عنها قبل قليل، هي الأصعب في لعبة السكيت، يمكن هي أكثر محطة يتم فيها التدريب لأنها عنقتها تعتمد على المرونة، تعتمد على خروج اللاعب مع الطبق، وتعتمد على مساحتها الكبيرة، وتشوف حركة البندقية يعني كانت حركة كبيرة، يروح من اليسار بعدين يرجع من اليمين، فتكون الحركة عنده يعني عالية، ما هي حركة بسيطة في بعض المحطات، وتكون الطبق بعد رؤيته ومساحته وأبعد أبعد أبعد محطة عن مسار الأطباق، يمكن بعد كثير عن بعض الأطباق، هذه تكون شوية فيها صعوبة، ويكون الأطباق يعني تأخر في المية، بعضها تنزل بعضها تصعد من الهواء ومن عوامل، فتكون عندك يعني نسبة خطأ كبيرة فيها. نرى الآن يعني هذه البطولات، أكيد أن تحضير الرامي للدخول في هذه البطولات يعني يبين خلال البطولة نفسها استعداد مدى استعداد الرامي وتحضيره لمثل هذه البطولات. نرى يعني في سكورات لأرقام خصوصا منتخبنا الوطني قلت في هذه البطولة، يعني ما السبب؟ السكورات هذه أولا توفيق من الله، وأنا أعتقد المنتخب دائما جاهز في كل البطولات، خاصة نتكلم عن منتخب الكويت فريق السكيت، المنافسة بينه شديدة حتى في البطولات المحلية العادية، يعني تكون فيها الأرقام أشبه ببطولات عالم من كمية الأسماء الموجودة، مثل هذا البطل عبد الله الرشيدي، بطل خبرة، للأسف عنده خطأ الآن، هو يمكن الخطأ الأول ليت المخرج يزودنا في النتائج في السكور شيت. نرى الآن معكم سكور بورد لمتابعة النتائج النهائية. اي نعم، عبد الله الرشيدي هذا أول خطأ عنده، وزيد المطيري عنده خطأين، الرامي هذا الرامي القطري راشد الهاجري لا زال ثابت، والآن ثابت يعني الآن هذه المحطة اللي هي الأصعب، شوف لو تلاحظ لو تلاحظ عبد الله أخطى فيها، والكازاخستاني أخطى فيها، وزيد أخطى فيها، لو تلاحظ في آخر طبقين، الآن عنده طبقين، أتوقع الهاجري إذا تعدى المحطة ربما يربي 25 و25، ورامي بعد عنده خبرة
ما شاء الله يعني زيد الهاجري او راشد الهاجري عفوا عنده خضانة. شوف ثلاثة اسماء مميزة في الجولة. عبد الله خطم حط اربعة. اي عبد الله الطرقي وزيد المطيري والكازاخ الثاني اندري بعد خطا في محطة اربعة. مثل ما قلت لك هذه اصحاب هذا الرامي العراقي علي. طبعا رامي العراقي علي اخطاء يعني كثيرة في هذه الجولة لان الرماية في العراق يعني طور الانشاء وطور التعديل وطور يعني يمكن تكون اول مشاركة لهم فيكون محتاجين وقت كبير وتدريب والامكانيات ممكن تكون عندهم غير متوفرة من اجانب مدربين اجانب لا زالوا في طور التجربة اسلحة ومحدة ومدربين الموضوع يحتاج الى صبر ويحتاج الى مدة واتمنى لهم التوفيق في قادم البطولات وتكون حضورهم جيد هم يحضرون المشاركة ومشكورين على حضورهم للمشاركة وحرصهم على إنجاح هذه البطولة تواجد في هذه البطولة صحيح ونتمنى لهم التوفيق في قادم البطولات الآن أندريه إصابة تبقى عنده طبق وحيد وأندريه يعني أرقامه ما كانت أرقامه ما كانت الموفقة 23 من 25 أندريه يعني اتوقع اندري الان اصبح بشكل رسمي خارج المنافسه بعد اخطاء اليوم يعني اندري كان عنده 23 21 23 هذه في السكيت يعني باي باي خلاص خارج المنافسه لا يستطيع التعويض قدم جولتين حتى لو يستطيع اصابه 50 من 50 قدم كامل راح يكون سكوره اقل من 116 115 ما اعتقد انه راح يخوله في دخول الفاينل هذا زيد المطيري اخر طبق 23 ربما عنده خطأين زيد المطيري 23 نعم ايضا 23. بالتعادل في هذه الجولة مع اندري يا 23 يعني امر عند زيد تعدل الرتم عند زيد كان 20 بعدين 23 23 راح يكون 6 4 عفوا 66 اليوم راح يكون زيد 66 مجمل الاطباق 66 طبق ربما يحتاج الى 5 بكره ليكون داخل منافسه يحتاج الى 50 طبق صحيح عبد الله الطرقي 24 من 25 جيد جدا هذا المستوى مع عبد الله يعني عنده رتم قل في واحده من الجولات 22 ولكن عنده الجوله الاولى 4 والان 4 يعني امر جيد راح يكون عبد الله الرشيدي 70 من 75 وراشد الهاجري عنده اليوم راشد اداء جيد ورامي عنده خبره والان راشد 24 راشد ما شاء الله تعادل مع عبد الله الطرقي هذا يعني يدل على قوه المنافسه ودخول المنتخب القطري في بقوه في هذه الجوله اكيد الجولات جدا قويه ولكن حط اربع حكمت فيها الحكم بسيط واخذت من كل طابق من كل رامي كان متوقع ان يكون 25 طبق على الاقل كان لها نصيب الان الرامي العراقي علي يعني ست اطباق ايضا ست اطباق ممكن يكون عنده ست اطباق قليله جدا ولكن بدايه المشوار يحتاج الى الصبر والموضوع ليس بالسهل سبعة أطباق يعني نراجع النتائج أندري ب 23 طبق وزيد المطيري ب 23 طبق وتعادل الرامي عبد الله الطرقي والرامي راشد الهاجري ب 24 طبق والرامي العراقي علي ب 7 أطباق نرى تقدم واضح بالنسبة للرامي راشد الهاجري والرامي عبد الله الطرقي طبعا عندهم خطأ وحيد وفي محطة 4 في نهاية الجولة كان رتمهم جيد وكانت أطباقهم في الإصابة جدا عالية هذا يدل على حضورهم ويدل على تركيزهم في هذه البطولة أتمنى لهم التوفيق في قادم الجولات قد اليوم أعتقد هذه آخر جولة في عند عبد الله الرشيدي وعند عبد هذه المجموعة قد راح يكون لهم جولتين من 50 طبق في تصنيفهم العام و أتمنى للجميع التوفيق نرى الترتيب الآن الأول هذا الجولة يمكن بعدهم هو العواد والترتيب العام للحين ما وصلت النتائج أخوي أحمد كاملة ما وصلت النتائج لم توصل النتائج لحد الآن
نقول ألف مبروك يعني الرامي اللي حالف الحظ في هذه الجولة، وهارد لك للرامي الذي لم يحالف الحظ. ندعكم أعزائي المشاهدين ندعكم في حفظ الله ورعايته. غدا ستتم استكمال باقي الجولات والجولة النهائية لمعرفة من سيفوز بالمركز الأول والثاني والثالث. كل الشكر لك كابتن مشفي المطيري، وكل الشكر لك كابتن سند المطيري. نعود مرة أخرى للزميل محمد أكبر لاستكمال الحديث في هذه البطولة. لك الكلمة زميلي محمد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واكيد احنا نستكمل وياكم طبعا هذه البطوله الدوليه الكبرى باسم صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. اكيد يعني قاعد نشوف اول باول هذه المباريات او هذه المنافسات في طبعا مسابقه التراب وغيرها من المسابقات. طبعا اللي خلصنا طبعا مسابقه الرصاص وتم تتويج الابطال، ويمكن ذكرناهم في بداية طلتنا في هذا الاستوديو، لكن أكيد الحين إحنا قاعد نعيش أجواء أخرى. الخرطوش طبعا والمسابقة الجميلة هي التراب ومنافساتها ودبل تراب وغيره، أيضا راح نستكمل إن شاء الله في الغد المنافسات الحقيقية أو خلينا نقول مسابقات الفاينل في هذه المسابقة. طبعا إحنا عندنا نتائج الخاصة في السيدات، واللي طبعا عرفنا حاليا منه المتأهل، ولله الحمد إيمان الشماعي هي من الكويت، هي المتأهلة من ضمن أيضا دول كازاخستان والبحرين وقطر والمغرب، أيضا متأهلات إلى الدور النهائي إن شاء الله في الغد. هذا المسابقة راح تكون مسابقة الفاينل، بالإضافة إلى الرجال. الرجال يعني تبارك الرحمن نتائج قوية، يعني الواحد من خلال الشاشة يمكن لي إحنا قاعد نتابعه ونشوف المنافسة فعلا حامية حمية الوطيس، يمكن حتى يعني تبارك الرحمن احنا اقوياء، المشاركين الكويتيين اقوياء في هالمسابقه، بالاضافه الى المتسابقين الكازاخستان او الرماة الكازاخستان. يعني عندنا سعود حبيب من الكويت، عندنا الفيحان عبد العزيز ومنصور الرشيد، هذين من ابرز المنافسين في هذه المسابقه، بالاضافه يعني من الخليج عندنا تمار العواد من البحرين، ايضا الديحاني ناصر يعني عندها ايضا محاولاتها ان شاء الله راح يشد حيله اكثر، بالاضافه الى خلينا نقول من البير وبقيه اللاعبين الابطال من الكويت. طبعا مثل ما شفته قبل شوي وتابعته المسابقه، واكيد التصفيات ما زالت جاريه، والنتائج الحقيقيه يعني خلينا نقول او النهائيه اللي راح ان شاء الله نعلن عنها او توصلنا، يعني تقريبا نحتاج من الان الى ساعه ونص على الساعة 3 تقريبا راح تطلع النتائج الكلية الخاصة فيها المسابقة، ونعرف تالي منو من الرجال المتأهلين بشكل مباشر إلى الفاينل. فبكرة إن شاء الله أو في الغد راح يكون اليوم الختامي لهذه البطولة، بطولة الدولية الكبرى بمشاركة العدد الكبير والجميل من الرماة والراميات من الدول المختلفة، 42 دولة تبارك الرحمن. لكن فعلا من خلال المسابقات المنوعة شفنا صربيا وأبطال صربيا شلون كان دورهم الفعال في هذه البطولة، أيضا كازاخستان وقوتهم ومنافستهم لبقية الدول أو دول الخليج والعرب أيضا منافسين حقيقيين. لكن تبارك الرحمن تبارك الرحمن أبطالنا فعلا لهم وزنهم ولهم ثقلهم في البطولة، وهذا مثل ما تعودنا في أبطال الرماية في كل البطولات سواء كانت محلية قارية وحتى على المستوى طبعا البطولات العالمية. وأكيد أكيد هذه البطولة يمكن احنا قلناها في أول مقدمتنا في أول حلقة من هذا الاستوديو، بأن فعلا هو مو الفكرة حصد الميداليات، يمكن هذا الشيء الحمد لله تعودنا عليه من أبطال الرماية، لكن الفكرة الأساسية من حصد بطاقات المؤهلة إلى طوكيو 2020، وهذا هو الشيء الأساسي إن شاء الله، وأكيد راح نعرفه تالي إن شاء الله مع اليوم الختامي. هذا كل ما لدينا أكيد اليوم من خلال هذا الاستوديو، وأكيد راح نكون مستمرين بتغطيتنا الكاملة الخاصة في مسابقة التراب والتصفيات الجارية. لكن أكيد احنا نودعكم في هذا الختام،
ختام حلقتنا اليوم من الاستوديو التحليلي بطولة صباح الأحمد الجابر الصباح الدولية الكبرى. الملتقى سيكون في الغد بإذن الله تعالى. مع السلامة.